السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. برنامج هذا الصباح على المباشر من الإخبارية لتلفزيون الجزائري، أهلا وسهلا بالجميع. تتابعون اليوم التسمم الغذائي، الأعراض، الأخطار وسبل الوقاية، الأخبار المغلوطة، أهمية المواجهة بتوعية رواد العالم الافتراضي وتكوينهم بهدف تحري المعلومات الصحيحة من الكاذبة وحماية الأشخاص واستقرار المجتمع. في ملف الصحرائية الغربية نسلط الضوء على الموقف البريطاني من القضية الصحراوية في ظل عملية انسحابه من الاتحاد الأوروبي ومصير الاتفاق التجاري مع المغرب. مسافة أمان، الزاوية الميتة، التعريف والتأثير على السلامة المرورية. وفي القانون نتابع مجريات انطلاق عملية مراجعة القوائم الانتخابية تحسبا لتشريعيات 12 من جوان المقبل. إلى هذه المحاور مشاهدينا أركاننا القارة، قراءة في عناوين الصحف، الرياضة، آخر المستجدات الوطنية والدولية والمزيد على مدار ساعتين من الزمن، ابقوا معنا. من الإخبارية لتلفزيون الجزائري أرحب بكم إلى هذا الموعد الإخباري الصباحي، والبداية إطلالة في أهم عناوين الصحف الوطنية والدولية. أهم ما تداولته الصحف تعرضه علينا أسماء تركي. صباح الخير أسماء. صباحك سعيد فايزة، أهلا بكم في معرض الصحف لنهار اليوم الأربعاء 17 من مارس. مستهل جولتنا الإخبارية بالخبر الذي ورد في أغلب الجرائد الوطنية، حيث كتبت جريدة الجمهورية تمديد الحجر الجزئي في 16 ولاية لمدة 15 يوما. ونقرأ في التفاصيل: قرر الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد جملة من التدابير في إطار تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، من بينها تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة 10 مساء إلى غاية الساعة 5 من صباح اليوم الموالي لمدة 15 يوما في 16 ولاية، هي أدرار، باتنا، بسكرة، البوليدة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سيدي بلعباس، قسنطينة، معسكر، ورقلة، وهران، الوادي، وتقرت. بوقدوم يتحدث مع المبعوث الأممي الخاص في ليبيا. عنوان مقال ورد بجريدة الشعب جاء فيها: أجرى وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم أمس محادثات مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يانكوفيتش، جدد خلالها عزم الجزائر على مواصلة العمل المشترك دعما لمسار السلم والمصالحة في ليبيا. جاء ذلك عقب تسلم السلطة الليبية الجديدة مهامها رسميا أمس من حكومة الوفاق في طرابلس. بالجود يشيد بجاهزية أفراد الجيش والدرك في مجال ضمان النظام العام. عنوان مقال ورد بجريدة الإخبارية جاء فيها: أشرف أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود على تنصيب فريد زين الدين بن شيخ مديرا عاما للأمن الوطني. ومن خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، أشاد وزير الداخلية كمال بلجود بجاهزية كل من الجيش الوطني الشعبي وكذا الأمن الوطني وارتقائهما في مجال ضمان النظام العام بفضل الأداء وتكوين الاحترافيين لأفرادهما على الصعيدين الوطني وكذا الدولي. جريدة اليوم كتبت انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وجاء في المقال:
انطلقت أمس عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا لتشريعيات 12 جوان المقبل، وخصصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات منصة التسجيل الإلكتروني للانتخابات التشريعية المقبلة على موقعها على شبكة الإنترنت، وذلك لتسهيل العملية على المواطنين غير المسجلين أو الذين غيروا مكان إقامتهم. وبجريدة البلاد نطالع مقالا تحت عنوان اقتراح تعديل القانون التجاري لخلق إطار قانوني للصيرفة الإسلامية، حيث كشف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى غلام الله أبو عبد الله أمس بالجزائر العاصمة عن تقديم عدة مقترحات لتعديل القوانين من بينها القانون التجاري بهدف اعتماد الصكوك الإسلامية في مختلف التعاملات، وذلك للنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن تعديل بعض المواد في القانون التجاري سيسمح للصكوك الإسلامية أن تكون قابلة للتداول في بورصة الجزائر. ومن أخبار الصحف الوطنية إلى أهم العناوين الدولية الصادرة اليوم، والمستهل من جريدة القدس العربي والتي عنونت 21 قتيلا من قوات النظام السوري بكمين لمسلحين في درعا، ونقرأ في التفاصيل قتل 21 عنصرا على الأقل من قوات النظام أمس الثلاثاء جراء كمين نصبه مسلحون في محافظة درعا في جنوب سوريا، وفق حصيلة جديدة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان. هذا وقال مدير المرصد رامي عبد الله إن مجموعة من المسلحين هاجمت شاحنتين عسكريتين وحافلتين لقوات النظام لدى عبورها في محيط بلدة المزيريب في ريف درعا، مما أدى إلى مقتل 21 شخصا وإصابة 5 آخرين بجروح. وبجريدة العرب نقرأ مقالا تحت عنوان حزمة جديدة من التنازلات الأمريكية والأممية للحوثي، حيث كشفت تصريحات جديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث عن توجه الأمم المتحدة والخارجية الأمريكية نحو تقديم حزمة جديدة من التنازلات للميليشيات الحوثية في محاولة لجرها نحو طاولة المفاوضات والقبول بمبادرة الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن. نختم من جريدة الشرق الأوسط والتي عنونت الوكالة الأوروبية للأدوية مقتنعة بفوائد لقاح أسترازينيكا، حيث أكدت مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء أن الهيئة مقتنعة تماما بفوائد لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بعدما أوقفت دول أوروبية عدة استخدامه بسبب مخاوف من تسببه بجلطات دموية وآثار جانبية أخرى محتملة. هذا ودفع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن سلامة لقاح أسترازينيكا مؤكدا أن اللقاح ليس ضارا، تضيف الجريدة. نعم، جولتنا عبر عناوين الصحف الوطنية والدولية تمت. فقرات برنامج هذا الصباح متواصلة عبر الإخبارية الجزائرية ورفقة الزميلة فايزة باشي. عودة إليك. شكرا لك يا أسماء، وللمزيد من التفاصيل حول كل هذه العناوين الاطلاع على الجرائد الورقية وأيضا المواقع الإلكترونية. مشاهدينا متواصلون دائما معكم. من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا، قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا. من أجلك كنا لا نرضى غير الأمجاد.
سجل يا دهر معالينا والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أيادينا من أجلك يا من أجلك يا. إذن أجدد لكم التحية الصباحية مشاهدينا، وأبدأ معكم مباشرة أركان برنامج هذا الصباح الصحة، وموضوع اليوم التسمم الغذائي. التسمم الغذائي أعراضه أخطاره وسبل الوقاية منه وعديد الاستفسارات المتعلقة بهذا الخطر الذي يصيب كل الشرائح العمرية تجيبنا عليها الطبيبة العامة فايزة خلفاوي. صباح الخير دكتورة، شكرا لك على تلبية دعوة البرنامج. صباح النور، وأنا أشكركم بدوري على هذه الفرصة وهذه مبادرة طيبة. أهلا وسهلا بك. إذن موضوع اليوم التسمم الغذائي، نبدأ بتعريف هذا الخطر، هذا المرض الذي يصيب الجميع من الأطفال إلى الشباب إلى الكهول وحتى المسنين. التسمم الغذائي له عدة أسباب. ما هو التسمم الغذائي؟ التسمم الغذائي هو عبارة عن من بين أكثر الحالات التي تأتي يعني عندنا العيادات أو عند الطبيب للفحص. لماذا؟ لأنه عنده أعراض يمكن أن تأتي فجأة. من بين هذه الأعراض يمكن أن نجد الإسهال، القيء، الاضطرابات في الرؤية، عدم القدرة على إرهاق شديد. كل هذه الأعراض تخلي يعني المواطنين يتوافدون بصفة كبيرة عند الطبيب للكشف على هذه الحالات. هذه من بين الأعراض. مثلا نذهب إلى الأسباب. الأسباب هي غالبا ما تكون يعني عندها علاقة بالنظافة، لأنه الأكل الذي نأكله إذا كان غير يعني منظف أو منظف بماء ملوث أو عبارة مثلا عن لحوم غير مكتملة الطهي أو عبارة عن أطعمة يجب حفظها ولكن لا يتم حفظها. نأخذ مثال الأجبان أو المشتقات من الحليب، مثلا علب الياوخت أو العصائر. أو هي الأطعمة سريعة التلف. هناك أطعمة في الحقيقة يجب حفظها في شروط معينة. إذا لم تحفظ بالطريقة المعينة، بطريقة يعني المناسبة، أو هناك خلل في سلسلة الحفظ، يعني عدم احترام درجة الحرارة، عدم احترام الشروط يعني اللازمة، تتلف الأغذية، تكون غير صالحة للاستهلاك. في بعض الأحيان يجي مريض ويقول أنه تناول الأغذية رقبها لم تنتهي مدة الصلاحية إلا أنه يحمل كل أعراض التسمم الغذائي. هنا يجب ملاحظة، نعطي ملاحظة. مثلا تكلمت على سلسلة الحفظ، مثلا نأخذ عند التجار، هناك بعض التجار يقطعون يعني التيار الكهربائي في الليل عندما يعني يكون يشتغل التيار الكهربائي. هذه من التصرفات السلبية اللي ننادي دائما بالقضاء عليها. مثلا كنروحوا احنا نشتري علبة الياوخت او علبة العصير نجدها باردة، ولكن في الليل هذيك السلسلة تاع الحفظ تاع درجة الحرارة لم تكن محترمة، وبالتالي يتلف، لانه مثلا المشتقات اللبنية فيها خمائر، هذه الخمائر يمكن ان تسبب في انتاج لسموم، وهذا ما يتلف الغذاء. طيب نعود إلى الأعراض، ذكرت البعض منها، متى نتأكد ونؤكد للمريض أنه يعاني من تسمم غذائي؟ هذا التسمم الغذائي هو عبارة عن كما نقولوا الدياغنوستيك تاعو يكون عند الطبيب، تشخيص عند الطبيب. يجب الذهاب يجب إلى الطبيب. لماذا؟ لأنه هي في أغلب الأحيان نقدر نقولوا 90% النتيجة تاعو تكون حميدة، ما كاش يعني خطر كبير، ولكن هناك بعض الحالات اللي تقدر تكون جد صعبة، تصل حتى إلى الموت، وبالتالي المواطن البسيط لا يمكن أن يعرف أولا، وثانيا هناك يجب أن تكون هناك سرعة في الأخذ بعين هذه الحالة بعين الاعتبار. لماذا؟ لأنه الخطر الأكبر للتسمم الغذائي هو الجفاف. لماذا؟ عندما يكون نتيجة لماذا؟ نتيجة للقيء، نتيجة للإسهال. القيء والإسهال يترتب عنهم فقدان كمية كبيرة من الماء والأملاح المعدنية، خاصة لدى الأطفال الصغار وكبار السن، هما زوج شرائح الأكثر عرضة. نعم، هو الأكثر خطرا عند هؤلاء هذه الشرائح. أول حاجة لازم نقوم بها، الحاجة الأولى كامل، هي نعود ناخذ الماء والأملاح المعدنية، نحاول أن نعوض ما فقد، وبذلك يعني بطريقة بسيطة نحكم الماء نغليه
ونضع الكيس هناك حتى عند الصيدليات كي تروحي لعنده وتقول له اعطاني املاح تاع الغيد غطاسون يعاود يعطي لك يعني متوفر على كل في كل الصيدليات. هذا الماء والاملاح المعديه اول حاجه باش نعوضوا ما فقد، لانه هناك توازن بين الماء والاملاح المعدنيه يجب ان يكون عند كل شخص. في حاله اختلال هذا التوازن هناك عده اخطار يمكن ان تصيب هذا الشخص. متى يجب اللجوء الى الطبيب ومتى نكتفي فقط بالعلاج المنزلي، مثلا اخذ السوائل اذا كانت الاعراض غير خطيره، يعني مجرد قيء بسيط او غثيان او حتى اسهال؟ يعني مراجعه الطبيب شيء حتمي بالنسبه ضروري. لي يعني ضروري. لماذا؟ لانه الطبيب يمكن حتى انه يعطيك نصائح، ان يعطيك دواء. يجب الراي الطبي جد مهم في هذه الحالات. لماذا؟ لانه من الاسباب التسممات الغذائيه يمكن انه يعني نجد ثلاث اسباب. السبب الاول هو يعني من المصدر تاع الالتهاب يكون هو البكتيريا او مواد سامة تفرزها البكتيريا. مثلا نجد هذه الحالات مثلا عندما ناخذ مثلا بكتيريا السالمونيل او بكتيريا الكلوستريديوم او ستافيلوكوك او الكومبيلوباكتير، هادو عبارة عن بكتيريات. اذا لم ناخذ مضاد حيوي لا نتخلص من الإسهال. توجد هذه البكتيريا كيف يلتقطها الجسم؟ يلتقطها عن طريق خاصة هذه الأنواع التي تحتاج إلى استشفاء مثلا إلى علاج مثلا متخصص. عندما نأكل لحوم غير مكتملة الطهي. نعم. مثلا عندما لا نغسل الأيادي ونأكل مثلا نأخذ مثال بسيط، عندما نحضر نحن الأكل يمكن أننا نضبط يعني القواعد الأساسية وشروط النظافة، ولكن عندما نأكل في مكان يعني خارج المنزل لا يمكننا أن يعني نكون متأكدين 100% من نظافة. وذلك أدعو جميع الأشخاص إلى مراقبة قبل أن أذهب إلى مطعم، ولا أستطيع أن أذهب إلى خاصة مطعم، خاصة محلات الأكل السريعة، حتى كل الأماكن. في كل مكان نذهب نراقب هل المكان نظيف، هل الشخص يغسل يديه، هل مثلا اللباس تاع الهندام تاع الاشخاص هل هو يعني مرتب، هل الطاولات منظفه. يمكن ديجا ان حتى انه الانسان بالمراقبه البسيطه بالعين المجرده يمكن ان تكون لديه فكره. هذه الحاجه الاولى. يمكن سبب ثاني انه يكون نتيجه لهناك طفيليات. أين نجد هذه الطفيليات؟ نجدها في الفواكه أو نجدها في اللحوم غير مكتملة الطهي من عائلة لانوفو فيروس. هذا كذلك يمكن أن تكون هناك طفيليات. مثلا جياردية نجدها في الفواكه والخضر وحتى في اللحوم غير مكتملة الطهي. وبالتالي احنا وين نقدروا يعني نقدروا نكون عندنا تأثير؟ المرحلة الأولى مرحلة الطهي، عندما نطهو يجب أن نطهو اللحوم جيدا، ما نخليهاش نصف يعني غير مكتملة الطهي، لأن هناك بكتيريات لا تموت حتى يعني حتى فوق الحرارة ما يقتلهاش. لازم نطهو جيدا اللحوم، هذه رقم واحد. رقم اثنان، المرحلة الثانية هي الحفظ. كنا نحفظوا الأطعمة لازم تكون محفوظة في شروط يعني لائقة، ونحترموا فيها إذا كان لم نغطي الأكل، إذا كان لم نحترم مثلا شيء لازم يكون في الثلاجة وخليناه برا يعني حتما راح نكون عندنا يعني أخطار. ولا الحاجة الثالثة، دائما يجب الالتزام بقواعد الأساسية اللي هي غسل اليدين، اللي هي دائما قبل حتى الأطفال يعني ربما يعني يكونوا صغار ما يعرفوش. لازم نغرس لديهم هذه العادات أنه دائما واحد يغسل يديه، دائما يعني قد ما يقدر نحافظوا على الشروط الأساسية اللي هي أولية، ويمكن بذلك نتجنبوا كثير يعني من هذه الحالات اللي يمكن أن تكون حتى تسبب حتى الموت. طيب التسمم الغذائي إذن يستدعي في كل الحالات تدخل طبي من أجل المتابعة، من أجل التشخيص أولا ثم المتابعة. ما هي الحالات الأكثر خطورة التي قد تصل بالمصاب إلى المستشفى، إلى حتى في بعض الأحيان القيام بغسيل للمعدة والمبيت في المستشفى، وحتى أنه للأسف هناك بعض الأخطار تؤدي إلى الموت أيضا؟ أولا يعني أشكرك على أنك تطرقتي إلى هذا الموضوع، خاصة في مواسم الصيف وين يكونوا كثرة الأعراس، كثرة التجمعات، يعني ما عدا فترة الكورونا نحن نتحدث بصفة عامة، كنا نلاحظ يعني حالات كثيرة تسممات جماعية. هذه التسممات الجماعية تكون يعني في أغلب الأحيان
بسبب بكتيريا السالمونيل. هذه بكتيريا السالمونيل يعني حتى انها يعني الجدار تاع الخلايا تاع المعي تاع المعي تخترقها، وبالتالي يكون عندنا اسهال مصاحبا بفقدان للدم، حتى انه الاسهال يكون فيه الدم، وهذه من بين اخطر الحالات اللي يمكن ان نجدها، ونجدها خاصه في التجمعات. يعني في اغلب الاحيان ما نصيبوش حاله ولا حالتين، مثلا تلقى 20 شخص يتقربون الى المستشفى في عندهم بعض نفس الاعراض، نفس الاعراض وكانوا في نفس يعني في نفس اكلوا من نفس الطعام، حتى في بعض الاحيان في الجريده كنا حكموا الجريده نقراو تسمم غذائي ل 25 شخص حضروا مثلا مجلس عرس ولا مثلا ختان ولا. وبالتالي لماذا؟ لانه في اغلب الاحيان لم يكن هناك احترام لمثلا اللحوم التي طهيت في الامس، لم تكن محفوظه مثلا في ثلاجة، أو يعني هناك بعض الشروط يجب أن تحترم. عندما نحترم هذه الشروط لماذا نعود نوليو دائما إلى الوقاية؟ الوقاية هي أساس كل شيء، باش يعني نبتعد على كل أخطر اللي نقدروا نقاوها خصوصا بسبب التسممات الغذائية، لأن هذه البكتيريا السالمونيل إذا لم نحاربها يمكن أن تؤدي بنا إلى الموت، لأنه نفقد الدم، نفقد الأملاح المعدنية، نفقد الماء. وإذا لم تأخذ بعين الاعتبار في أسرع الحالات وبتدخل طبي سريع وفعال يمكن أن تؤدي. هنا نشير إلى ضرورة السرعة والفورية في متابعة الحالات من هذا النوع، أن تكون في سويعات قليلة من أجل إخراج المريضة من دائرة الخطر. هذه حاجة يعني لازمة. عندما تكلمت يعني قبل قليل عن الماء والأملاح المعدنية، هذه يعني أي شخص حتى ولو كانت عنده حاجة بسيطة يديرها، ولكن هذا لا يغني عن الفحص الطبي. عندما نذهب عند الطبيب نقول له يا طبيب ها هم الأعراض اللي عندي، ولكن أنا خديت ديجا احتياط شربت الماء، عندما أذهب عنده يكون عندي الماء، لأنه علاش أحاول أن أعوض، ولكن هذا لا يغنيني عن الرأي الطبي. الرأي الطبي مهم جدا، حتى أنه في الأعراض عندما يعني أطرح الأسئلة على المريض، عندما أفحص المريض يمكن أن أغير يعني الوصفة الطبية حسب ما أجده عند المريض. وبالتالي لماذا قلت لك قبل قليل أنه المريض يجب أن يذهب عند الطبيب، هذه حاجة حتمية، لأنه الطبيب هو المؤهل لكي يعني يستطيع أن يعني أخذ الحالة بصفة فورية استعجالية ودقيقة. يعني في كل الحالات يجب أخذ أعراض التسمم الغذائي بطريقة جدية، خاصة إذا تعلق الأمر بالفئات الأكثر هشاشة، الأطفال والمسنين، هل من تعاملات خاصة مع هؤلاء وأصحاب الأمراض المزمنة أيضا؟ يعني هذوما الفئات الاكثر يعني حساسيه بالنسبه لهذا الاصابات. وبالتالي في بعض الاحيان يقول عفوا اقاطعك، في بعض الاحيان هناك من يقول انه اكلنا من طعام واحد كانت اعراض خفيفه عند شخص معين، ولكن شخص اخر وصلت به درجه الخطوره الى الانعاش مثلا لا سمح الله. هذا حسب يعني الشخص، الحالة الصحية للشخص. هذا مهم جدا أن الطبيب هو الذي يميز، حتى أنه في كل أحيان في كل يعني الأوقات يجب أن يكون أخذ بعين الاعتبار لهذه الفئات بصفة يعني نقول لها أهمية كبرى. لماذا؟ لأنهم هم أكثر شرائح عرضة للإصابة بمخاطر أكثر. كما نعطيه مثال، مثلا نأخذ شخص مثلا عنده مشكل في قلبه، أو مشكل مثلا سكري، أو مشكل ضغط دموي، أو مشكل في الكلى مثلا. نأخذ مثلا واحد اللي عنده مشكل في الكلى، في حالة ما إذا جه تسمم غذائي حيفقد بزاف الماء والأملاح المعدنية، هذاك راح يكون اختلال في توازن كبير بالنسبة للحالة الصحية. ربما كان متوازنا قبل أن يأتيه يعني الإصابة بهذه الالتهابات، ولكن بعد ذلك يمكن يعني حتى أنه يدخل المستشفى. نعم. رغم أنه مثلا كما قلتي خذ نفس من نفس الطعام. وبالتالي احنا في كل حالة الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة هما الأولين، هما اللي لازمنا يعني نحطوا بالنا. يعني كي نعاودوا ندوروا على بالنسبة لهذا الموضوع كامل، وشنو هي النتيجه اللي تستخلصوها؟ نعاودوا نوليو للعادات السليمه، لانه انا يعني صحيح. بحكم العمل تاعي انا الاحظ يعني اندثار بعض العادات الجميله اللي كانوا عندنا. يعني انا اتذكر طفولتي، كنا في العطله الصيفيه نخرج نتنزه، ولكن الاغلب الاطعمه التي كنا ناكلها كانت محضره من طرف الوالده في المنزل،
بطبي يعني بطرق يعني نقدروا نقولوا سليمه صحيه. دونك كي كنا نروح يعني في الحديقه او في البحر او حتى في يعني في كل الاماكن التي كنا نذهب اليها كانت يعني المراقبه لوالدين يعني صارمه، يجب غسل اليدين، تستطيع ان تلعب، تستطيع ان يعني حاجه مليحه في العطله. دكتوره فايزه خلفاوي، نحن نعيش الان وضع وبائي، انتشار جائحه كورونا، العديد من التعليمات الصحية التي أصبحت جزءا من حياتنا اليومية، ومصدر المصدر الأساسي للتسمم الغذائي هو الغذاء، والقضاء عليه يتم احترام شروط النظافة، التغذية السليمة أيضا، ومراقبة كل ما يتناوله الإنسان. كيف يمكن لنا أن نحقق هذه المعادلة، وضع وبائي نتفادى هذه الأمراض اللي عندها علاقة عندها علاقة بالصحة والسلامة، عندها علاقة بالغذاء، وأيضا قد تؤثر أيضا على مناعة الإنسان في التصدي إلى مختلف أنواع الفيروسات والأوبئة. نتحدث بالخصوص على فيروس كورونا. فيروس كورونا هناك يعني دراسات حديثة عندها شهر أو شهرين. الاستخلاص الأساسي لهذا يعني هذا الأبحاث وش تقول، خاصة الانتقال تاع فيروس الكورونا يكون هو فيروس يتنقل عن طريق الهواء، ولكن أغلب الإصابات تتم عن طريق اليدين. لماذا؟ لأننا نفتح الباب باليدين، نلمس الأسطح باليدين، نستعمل مثلا قلم باليدين، نستعمل ملعقة باليدين، وبالتالي 94% من الإصابات تتم عن طريق اليدين. نعاود نوليو للشروط الأساسية. إذا حافظنا على القواعد الأساسية بصفة يعني حتى تولي عندنا كما نقولوا عادات مكتسبة، هذه العادة المكتسبة اللي راح يعني حتى أنه منظمة الصحة العالمية يعني أخبرتنا أن هذه العادة التي اكتسبناها الآن ستبقى لدى البشرية مدة عقود وعقود، لأنه قعدنا فترة كبيرة وإحنا نلتزم بها، نلتزم بالإجراءات الأساسية، الابتعاد، خاصة أنه يعني هي حاجة مش سهلة، أنه إحنا شعب يعني نروح نزوره ونعنا تعاطف كبير بين أفراد الشعب، نعود ناخده الإجراءات الأساسية، التباعد الجسدي، غسل اليدين أكثر يعني، التأكد من مصدر الطعام، خاصة أن غسل اليدين على نعود أكثر أنه إلى موضوع التسمم الغذائي. نعود نقطة فقط من فضلك، يعني غسل اليدين يكون أكثر أهمية من استعمال المعقم. المعقم عندما لا نستطيع أن نغسل أيدينا، لكن غسل اليدين يكون بصفة يعني تلقائية، يعني في كل مرة نستطيع أن نغسل، كل مرة نقدر نغسل يدي، أفضل غسل اليدين على استعمال المعقم. المعقم عندما لا أستطيع أن أغسل يدي، هذه لازم نعود نولوها. استعمال الكمامة، لكن نستطيع أن يعني نخرج حتى أنه الإجراءات راهي خففت شوية، يقدروا الأطفال يروحوا الحدائق، لأنه تاني هذا الحجر الصحي تاني نقعدوا دائما في المنزل وما نخرجوش، يقدر يكون عنده يعني عواقب أخرى، حتى الأطفال مساكن لا يستطيعون أن يعني زيادة الوزن، النوم الكثير، يعني يجب الحركة. لكن باش نعود نوليو للتسممات الغذائية، الإجراءات الأساسية اللي هي يعني المراقبة، مراقبة تاريخ الصلاحية، تاريخ انتهاء الصلاحية، هل المنتوج الذي أخذه لا يشكل خطر على صحتي؟ في حال ما إذا جاني شك لا أستعمل هذا المنتوج. نعم، وإضافة إلى مراقبة تاريخ الصلاحية، هناك أيضا المراقبة العينية لكل المنتوجات التي كما أشرت قد تتعرض للتلف لظروف خارجية، رغم أن تاريخ الصلاحية يبقى مازال لم يصل بعد. هذه من هذا لازم يقولوا عندنا ما هي ربما أهم المؤشرات، أهم ما يجب أن يتوفر لدى الشخص حتى أنه فعلا يتأكد من صحة وسلامة ما يتناوله، خاصة المنتوجات التي يقتنيها من السوبر ماركت، من البقال، هذه المنتوجات اللي يستعملها يوميا، كيف نتأكد من سلامتها رغم أنه تاريخ الصلاحية ما يزال لم ينتهي بعد، إلا أن وقد تظهر عليها بعض المؤشرات اللي تقول بأنه هي لم تعد صالحة. هي الملاحظة، هي الحاجة الأولى لازم تكون عندنا، هي لازم تكونوا منتبهين أنه عندنا كامل يعني تجار في الحي، أنا يعني لا أشكك يعني في يعني أمانتهم أو في عملهم،
عندنا كامل تجار لينا يعني نديروا فيهم الثقه، ولكن كي نروحوا نشريوا من عندهم منتوجات الانسان يراقب. في بعض الاحيان حتى التاجر يعني لا يرد بال لهذا الشيء، كنت يعني تنبهيه ياخذ بعين الاعتبار النصيحه اللي عطيتيها له، يعني عن طريق ملاحظه بسيطه نكتسبوا عادات جديده. حتى الاطفال يجب ان نزرعوا فيهم هذا يعني العادات الجميله. مثلا كي نروح نشري منتوج انا اراقب، ولكن اقول لابني او لابناتي هل المنتوج صالح للاستهلاك ام لا. عندما يعني افتح العلبه ولاحظ هل هناك فطريات، هل هناك رائحه كريهه. اذا كانت في حاله ما وجدت هذه يعني الاشياء في المنتوج تاعي اخذ الاحتياطات تاعي، ولكن في كل الاحوال يجب ان اكون حريصه، لانه اذا كليت حاجه يعني حضرني من الخاسر الاكبر هو انا، يعني ولا واحد ولا العائله تاعي ولا. وبالتالي نحافظوا برك على هذه العادات، تكون عندنا عادات جديده مراقبه السلع، الطهي في المنزل خاصه يعني اؤكد على هذا النقطه. انا سالت على سؤال، هو عندما نكون في حاله اخرى مجبرين على الاكل خارج المنزل، ما هي الاحتياطات التي يجب ان ناخذها؟ احتياطات هي اننا عندما نذهب في الخارج نلاحظ هذا المحل الذي نحن ناكلوا فيه هل هو نظيف او لا، هل هو انه يعني الله يبارك راهم كاين بزاف المحلات، كاين بزاف المطاعم يعني وفي القمه ويعطيهم الصحه. كي نروح لهاد الاماكن انا يعني شخص يعني من بين المواطنين، يعني كي نروح برا ناكل برا، ماشي معناتها الانسان ما يحيا ياكل غير الماكله تاع الدار، نو نقدروا ناكلوا برا، ولكن نراقب هل المكان نظيف، هل الاطعمه يعني محافظ عليها، مثلا هل محفوظه في الثلاجه، هل موضوعه يعني امام يعني في الخارج، هل شروط الادنى شروط النظافه محترمه او لا. والحمد لله كاين هناك يعني محلات يعني في المستوى نروحوا ناكلوا عند هذه المحلات، وهذا ما سيؤدي كل التجار راحين يقولوا يتبعوا هذه الطريقه، طريقه الحفظ السليم باش الناس كامل يعودوا يروحوا عندهم، انه احنا ماذا بينا التجار ثاني يخدموا والاشخاص يقدروا يتناولوا، ولكن يتناولوا ماكولات صحيه وذات جوده عاليه بدون خطر على صحتهم. انه واحد يخرج يعني تصوري واحد يذهب مع العائله تاعو في نزهه يعني باش ينحي يعني الضغط وكذا، يعاود يولي في الليل يروح للمستشفى يعني حتى هذيك النزهه الاثر الجميل تاع النزهه يروح كاغيمو. دونك نعاودوا نوليو في دائما ناخذوا الوقايه خير من العلاج. نعم. دائما ان نتكون عن الغذائي هو ظاهره ربما تهدد في الكثير من الاحيان الصحه العموميه خاصه في التجمعات، لانه في غالب الاحيان كما اشرتي منذ قليل يصيب مجموعة كبيرة من الأشخاص في التجمعات، في الأعراس، في الولائم، في المطاعم أيضا، في الأحياء عندما نقتني مجموعة من العائلات تقتني سلع من نفس المحل قد يكون لا يحترم شروط الحفظ أو النظافة أو انتهاء مدة الصلاحية. هو إذن يهدد السلامة العمومية، الصحة العمومية، وهو مسؤولية الجميع بدءا من المواطن إلى المصالح الاستشفائية وأيضا إلى مختلف الحلقات الفاعلة، التجار وأصحاب المطاعم وغيرهم. ما هي ربما النصائح التي تقدمينها في الأخير لكل هؤلاء حتى نحافظ على هذه السلسلة وتكون سليمة وأن تفادى أخطار وخيمة على الصحة العمومية؟ يجب أخذ بالتعليمات يعني الأساسية، اللي هي الغسل المنتوجات، كل المنتوجات يجب أن تغسل بمياه يعني صافية ونقية غير ملوثة. هذه أولا. يجب أن يعني حتى يعني المطاعم ولا يجب أن الأكل يكون يعني مغسول بطريقة يعني مثالية. يجب أن نغسل كل الأطعمة، خضر أو فواكه يجب أن نضع يعني نعقم التعقيم، غسل اليدين حتى بالنسبة للشخص الذي يعني راح هو الطباخ، يجب ان لهذاك لازم يعني يكون عنده يعني النظافة تكون مثالية، يجب ان يعني حتى المئزر يكون نظيف، اليدين تكون نظيفتين، وذلك تجنب يعني حتى انه نصيب جميع، يعني اذا كان هو عنده ميكروب في يده يمكن ان يصيب جميع من اكل بنفس يعني هذا الميكروب، يقدر ان يصيب جميع الناس. كما قلنا حتى يمكن ان يكون هناك حالات جماعيه دونك ناخذ هديه. بالنسبه للفرد يعني كفرد يجب ان يكون مواطن واعي،
احنا الان نحاول اننا نزرع في المواطنين الوعي، الوعي الفردي قبل ان يكون وعي جماعي. انا كفرد ماذا استطيع ان افعل؟ عندما يكون عندنا مواطن يعني واعي ويعني مسؤول، حتى انه ربما لا ينتبه، انا لا يعني لا اشكك في نيه المواطن ولا، ولكن نتمنى انه يعني ينتبه لهذه يعني التفاصيل الصغيره اللي يمكن انها تجنبه كل هذه الاصابات. نعم، اشكرك جزيلا الدكتوره فايزه خلفاوي الطبيبه العامه على كل هذه التفاصيل، نلقاك في فرص اخرى بحول الله تعالى. شكرا لكم، اتمنى ان تكون المعلومات يعني مفيده للمواطنين ان شاء الله يا رب. واكيد ان مشاهدينا الكرام قد استفادوا من كل هذه المعلومات التي تصب في اطار حمايه السلامه الصحيه للجميع، ومن السلامه الصحيه ايضا هي مراعاه الحاله النفسيه وايضا توفير كل الظروف لسلامه مختلف المرضى. الان نتوجه الى المرضى الاطفال خاصه الذين خضعوا لعمليات جراحيه على مستوى القلب، لنكتشف معا اهميه الرعايه النفسيه بهذه الشريحه من الاطفال. برنامج تثقيفي وترفيهي خصصته لهم الجمعيه الجزائريه لامراض القلب والشرايين، تقول من العجاله. ميليسا من بين الأطفال الذين حضروا إلى مركز الفروسية بالرياح الكبرى للاستمتاع برياضة ركوب الخيل بعد خضوعها لعملية جراحية على مستوى القلب. جيت اليوم باه نتعلم كيف نركب فوق الحصان وكيف نمشط له شعره وندير له بالمصطفى في جسمه، كوا حنين ولطيف. علموني مع الأول كي كنت احنا نطلع فيه قالوا لي شد هنا، ومن بعد زيد دير رجلك هنايا وقالوا لي ما تخافش، وكي طلعت قالوا لي ما تخافش باسكو هو اللي يخاف منك يشوف احنا كبار. بحثونا من لوبيتال تاع ابو اسماعيل كوم درنا كات الاطفال، بحثونا لهنايا قالوا لنا بلي هنايا بوغ اميليور لاكتيفيتي كاردياك ابخي لا شيرجي تاعو، اون بليس قالوا لنا سي بيان ميم كوتي بسيكولوجيك سي بيان بوغ لو بتي. هو جانب من نشاط الحركة الجمعوية التي فتح لها المجال للقيام بمرافقة هؤلاء الأطفال والتكفل بهم. هي مبادرة راح تمس حوالي 100 و120 طفل من أختلف الأعمار ما بين 7 حتى 12-13 سنة، وكل أسبوع يجي ان جروب تاع 20 طفل، حوالي 20 طفل يعني يطيح لهم كل 5-6 أسابيع يعاود يولي باش نعملوا له ان بروغرام يعني برنامج لإعادة التأهيل. لا يختلف اثنان على جدوى العلاج النفسي لهذه الفئة من أجل إدماجهم في الحياة الطبيعية. إذن مشاهدينا متواصلون دائما معكم، استقبل معكم الآن ضيف الصباح والمحور الثاني في هذا العدد من برنامجنا هذا الصباح. المساس بالحياة الخاصة، انتحال الهوية، تشهير الابتزاز، النصب وأيضا نشر الأخبار الكاذبة والمغلوطة، جرائم انتشرت في العالم الافتراضي وتوسعت رقعتها في شبكات التواصل الاجتماعي. كيف نواجه هذا النوع من التجاوزات؟ وكيف نتحرى الأخبار الصحيحة من المغلوطة؟ وكيف نتعامل مع التشويش والتشويه الذي يطال رواد العالم الرقمي وتصل تداعياته إلى الواقع المعاش بتهديد حياة الأفراد وأمنهم وحتى استقرار المجتمعات وسلامة الدول؟ أسئلة وغيرها أطرحها مشاهدين على الأستاذ في علم الاجتماع بجامعة البليداء 2 سيد أحمد نجاز. أستاذ صباح الخير وأهلا بك. شكرا على الدعوة. شكرا لك على تلبية الدعوة. إذن بداية ندخل الموضوع من الحديث عن الانتشار المهول للأخبار الكاذبة والمغلوطة في المواقع التواصل الاجتماعي والتي هي متاحة أمام الجميع. كيف تقرؤون هذا الوضع اليوم في ظل التطور الرهيب لعالم المعلوماتية وعالم الرقمنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية السلام عليكم جميعا، ونشكركم على هذه الدعوة وعلى هذه الاستضافة الطيبة في هذا اليوم. وبالعودة إلى سؤالك، فعلا أن ما نلاحظه الآن هو الانتشار بشكل واسع للأخبار والمعلومات المغلوطة التي تسعى أو يسعى من يقف وراءها إلى إحداث نوع من الاستقرار داخل المجتمع، من إلحاق الضرر داخل المجتمع، من إلحاق الضرر داخل المؤسسات
الاجتماعية والمؤسسات، كيقول المؤسسات معناها كل الأنظمة المشكلة لهذا البناء الاجتماعي. معناها الخبر المغلوط مثل العملة المزيفة أو العملة المزورة. من يسعى إلى تسريب هذه المعلومة الهدف الأساسي وهو إلحاق الضرر بالمجتمع ككل. نفس الشيء بالنسبة لمن يسعى إلى ترويج العملة المزيفة وهو إلحاق الضرر بالاقتصاد وإلحاق الضرر بالمجتمع، وبذلك الهدف واحد. لكن الآن من يقوم بترويج هذه المعلومة وهذه الأخبار يسعى إلى أنه يحقق غاية في نفسه، أو غاية ربما في بعض الأحيان يقف وراءها مؤسسات تسعى إلى إلحاق الضرر بكثير من المؤسسات، خاصة أننا ما نلاحظ بأن في الآونة الأخيرة أن أهم مؤسسة تم قصدها بهذا الترويج وبهذه الأخبار هي المؤسسة العسكرية، لأنهم يدركون إدراكا جيدا بأن قوة هذه الدولة، قوة هذا المجتمع تكمن في هذه المؤسسة، فسعوا إلى أنهم يروجون بعض المعلومات وبعض الأخبار المغلوطة حول هذه المؤسسة التي تعتبر العمود الفقري، عصب هذا المجتمع، عصب هذه الدولة. أثبتت هذه المؤسسة على مر الأزمة التي مر بها المجتمع بأنها المؤسسة التي قادت هذا المجتمع، بأنها التي واكبت كل التغيرات التي حدثت داخل المجتمع، بأنها وقفت في ظل الأزمات التي عاشها المجتمع وقامت بصيانة المجتمع وحمايته. بذلك السعي لترويج هذه المعلومات وهذه الأخبار في هذا الوقت بالذات هو السعي لإلحاق الضرر بمؤسسات وطبعا المؤسسات الحقيقية أو المؤسسات التي صمدت في المجتمع، وهذا ما نلاحظه. بذلك لمن يسعى إلى ترويج هذه الأخبار الهدف الأساسي وهو إلحاق الضرر، ولكن نحن بدورنا علينا أن ننتبه إلى هذا الأمر. هناك آية قرآنية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هنا التبين، هنا لابد أن نضع ألف سطر تحت التبين. وتحري هو التبين، هو التحري الصحيح من المغلوطة. أكيد. كيف لنا أن نقوم بالتحري، بالبحث عن الحقيقة في خضم كل هذا التهاطل الكبير من المعلومات على هذه المواقع؟ هل بإمكان الشاب، بإمكان ذلك المراهق، ذلك الشاب، ذلك الجاهل لعالم المعلوماتية الذي لا يمتلك الكثير من المعلومات حول هذا العالم أن يتحرى فعلا من الصحيح من المغلوطة في عالم اليوم؟ أكيد، لأن اليوم أصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة، أصبح التداول المعلومة بسرعة كبيرة، بسرعة رهيبة، بالنظر لأن اليوم وسائل الاتصال والإعلام الحديثة أتاحت هذه الفرصة، وهي فرصة من المفروض أن تستغل بطريقة إيجابية، لكن البعض يستغلها بطريقة سلبية، وهذا ما يديره في إطار ما يعرف بالجريمة الإلكترونية، أن الجريمة الإلكترونية تستخدم هذا المجال لإلحاق الضرر كما ذكرنا بالمجتمع ككل. وبذلك أن في كثير من الأحيان أننا المجرم غير واضح، المجرم غير معلوم، صحيح. ويستهدف ضحية ويستهدف ضحية مجهولة، وفي مجهولة. بعض الأحيان مواقع حتى خارج الوطن هي جرائم عابرة للقارات. أكيد. أكيد، هي لأن الجريمة الإلكترونية في حد ذاتها هي جريمة عابرة للقارات، وهي جريمة تلحق الضرر بالضحية ولا نعرف من هو المجرم الذي يقف وراءها، وهذا ما يجعل تأثيرها أكبر. لذلك في هذا العالم الجديد، في إطار هذه المواقع، في إطار هذه الواقع الجديد الذي نعيشه، لابد لنا أن نواكبه من خلال الإعلام اليوم. هذه الحصة اليوم موجهة لهذا المجال أو تخدم هذا المجال بالذات، لابد من دور إعلامي. ولذلك لما ذكرت لك الآية القرآنية، لابد لنا أن نتبين، وهذا التبين هو أن نتحرى صدق المعلومة. التحري لا تقوم به الوسيلة الإعلامية بالذات، لابد أن تقوم الوسيلة الإعلامية. أهمية التوجه في هذا الإطار إلى المصادر الموثوقة. أكيد. إلى المؤسسات ذات ثقة. أكيد. والأخذ بما يقدمون من بيانات. أكيد. ومعلومات. أكيد. التي تكون لديها ثقة بين المتلقي وبين صاحب هذه الأخبار، وهذا دور الوسيلة الإعلامية. الوسيلة الإعلامية لابد لها أن تتحرى، أن تتبين قبل أن تصدر أي معلومة أو أي خبر، أن تتحرى، ولها الوقت للتحري، لأن إذا قامت ببث معلومة أو خبر مغلوط الضرر الذي ستلحقه بالأفراد سيكون بالغ، وبذلك لابد لها من تتحرى، ليس على المستوى الإعلام، على المستوى وسائل الإعلام، حتى على مستوى الأفراد، على مستوى الأشخاص. وبذلك المستويات التحرى والتبين مدى صدق المعلومة مهم جدا في هذه العملية، لأنها تساهم بشكل كبير خاصة في الوقت الراهن، لأن التطورات التي نعرفها والتغيرات التي نعرفها هي تغيرات رهيبة رانا نلاحظها ونشاهدها، لابد أن نواكب هذه التغيرات بنفس المستوى. ربما في الجريمة ربما كاين قاعدة قانونية علمية معروفة يقول كلما تطورت التقنية لابد أن تتطور، كلما تطورت التقنية الجريمة لابد أن تطور التقنية بالموازات معها. وبذلك فالتطور الذي نعرفه في مواقع التواصل الاجتماعي لابد أن تضاهيه في نفس المستوى
تطور للتقنيه حتى نجابها هذه الجريمه، نجابها المعلومات المغلوطه، نجابها الاخبار المغلوطه، ونتصدى لها حتى نحمي المجتمع، وبذلك نجابها بتقنيات متطوره، تقنيات للتحري، مثل ما هناك تقنيات للترويج لابد ان تكون تقنيات لنستخدمها للتحري وللتأكد من المعلومة قبل تمريرها. نعم، اليوم أستاذ نجاز، وفي إطار الاستراتيجية التي سطرتها الجزائر لمكافحة هذه الظاهرة ولمحاربة المعلومات المغلوطة، أصبح من الضروري المراهنة على رواد وسائل التواصل الاجتماعي على وعيهم وتحميلهم مسؤولية هذا الفضاء الذي هو سلاح ذو حدين، مثلما يجب استعماله كنعمة هو أيضا نقمة في بعض الأحيان. كيف نتعامل معها؟ كيف ننشر الوعي الإعلامي داخل أوساط التواصل الاجتماعي، خاصة لليوم أن كل من يجلس وراء حاسوب يمكنه أن يتحول إلى إعلامي وأن ينشر أخبار وأن ينقل أخبار أيضا قد تكون غير صحيحة، قد تكون خطرة، قد تهدد الرأي العام، قد تهدد أمن المجتمع بأسره. كيف لنا أن نقوم بذلك التكوين الإعلامي الرشيد والصحيح في لفائدة رواد وسائل التواصل الاجتماعي؟ وهذا أمر مهم، لأن الأهم في هذه العملية ككل هو الإنسان، وعلينا أن نركز على تكوين هذا الإنسان على أقل توعيته ثقافيا من خلال تزويده بكل العناصر والتركيبات الثقافية داخل هذا المجتمع، أنه هذه الوسيلة تقوم بنقل هذه العناصر الثقافية بمستوى من الوعي الثقافي، هذا الوعي الثقافي هو الذي سيؤهله إلى بناء مجموعة من الأفكار التي تقوم بحماية هذا المجتمع. معنى أن عندما نساعد هذا الإنسان على إحداث تلك النقلة الثقافية من مستوى الثقافي إلى المستوى التربوي وتزويده بمجموعة من الأفكار التي تتناسب مع القواعد الثقافية لهذا المجتمع، فيقوم بنقل هذه المعلومات وبنقل هذه الأفكار التي تتناسب مع هذه الثقافة، وبذلك هنا نركز على الإنسان وعلى تكوينه تكوينا متناسقا من الناحية الثقافية، من الناحية التربوية، من الناحية التعليمية، حتى يكون، وهذا هو الذي تقوم به المدرسة، تقوم به الأسرة قبل ذلك، تقوم به الجامعة، تقوم به كل الوسائط التي تقوم بدور التكوين داخل المجتمع. نعم أستاذ نجاز، ابقى معي فقط، أربط الاتصال الآن ولمزيد من التفاصيل مع الدكتور يحيى تقي الدين، الأستاذ في علوم الاتصال والإعلام والاتصال وعميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة محمد بوضياف بولاية المسيلة. أهلا بك أستاذ. يبدو أن الأستاذ تقي الدين ليس معي على المباشر، أعود إليك أستاذ نجاز. نتحدث دائما عن أهمية التكوين الإعلامي، لمن هو موجه هذا التكوين اليوم؟ التكوين بالخصوص موجه لهؤلاء الرواد الذين يقومون بهذه العمليات، لذلك لابد اليوم إذا لاحظوا بأن هناك استحدثت مؤسسات تقوم بتدريب هؤلاء الشباب وهؤلاء الرواد على كيفية استغلال هذه المواقع وكيفية توظيفها لنشر المعلومة، لأن تأثيرها لابد لنا أن ندرك بأن تأثيرها تأثير بالغ، ويندرج نحن ننظر إليه من منظور المجتمع لأنه يندرج كنقطة مهمة في عملية التنشئة الاجتماعية، لأن عملية التطبيع نقل نوع من العناصر، نقل ثقافة المجتمع إلى هؤلاء الأفراد، وهؤلاء الذين يقومون بنقلها هم هؤلاء الرواد، لذلك علينا بتكوينهم تكوينا يتناسب مع الثقافة التي ننتمي إليها ومع التغيرات التي تحدث في المجال التقني، في المجال العلمي، في المجال المعرفي، حتى يتسنى لهم استغلال وتوظيف هذه التقنية بطريقة علمية. نعم، في بعض الأحيان هناك بعض الشباب وجدوا نفسهم متورطين ضمن شبكات دولية، ضمن شبكات عالمية في تمويل الإرهاب، تبييض الأموال وغيرها من الجرائم العابرة للقارات دون حتى علم منهم. أكيد، وهذا الذي تهدف إليه الجريمة في حد ذاتها، وخاصة الجريمة الإلكترونية، لأنها هذا النوع من الجرائم المستحدثة والذي استحدثته بالأساس هذه المواقع التواصل الاجتماعي بتشعبها باختلافها هي التي أدت إلى تورط كثير من الشباب وعدم دراية هؤلاء الرواد، خاصة عدم درايتهم بالجانب القانوني، ولذلك في التكوين والتربية والتكوين والتعليم هو الذي سيقوم بتلقين هؤلاء الأفراد كل المجالات التي تحميهم، تقوم بمجال طيب. بمثابة حصانة لهم من ناحية القانونية، من ناحية الاجتماعية، من ناحية الشرعية، من ناحية النفسية، من جميع الجوانب، حتى يقومون بتأدية هذه الرسالة على أحسن وجه، وبذلك طيب. الوسيلة الإعلامية مثل هذه الوسيلة دورها الأساسي هو هذا الشيء. نعم، طيب الدكتور يحيى تقي الدين، أستاذ علوم الإعلام والاتصال وعميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة محمد بوضياف بولاية المسيلة، معي الآن عبر المباشر. أهلا وسهلا بك دكتور.
اهلا، مرحبا لك ولكل الضيوف المشاركين معك. مرحبا بك. نتحدث عن أهمية التدوين الإعلامي لمواجهة الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي. في رأيك من هم المعنيون بهذا التدوين وكيف الوصول إليهم؟ بالنسبة لسؤال متعلق بالتكوين، ينبغي أولا مراجعة منظومة التكوين المتعلقة بالتكوين في المجال الإعلامي، خاصة ما تتعلق بفنيات التحرير وما كنا نعلمه للطلبة سابقا ما يسمى بالإعلام الكلاسيكي أو الإعلام التقليدي، خاصة ما تعلق بالقيم الخبرية المتعلقة بالمصداقية وتحدي أو تحديات متعلقة بعدم الوقوع في الأخبار الكاذبة. اليوم مع تطور منصات التواصل الاجتماعي، في اعتقادي أن عملية التكوين ينبغي أن بمعنى أن تتطور لكل مستخدم لهذه المنصات ولكل من يتلقى هذه المعلومة. وفق المنظور الهابرماسي يمكننا أن نقول أن العقل النقدي ينبغي أن يكون عند كل مستخدم من خلال تفعيل الصحافة المتخصصة، تفعيل الصحافة الاستقصائية، تفعيل صحافة البيانات وغيرها من المعطيات الجديدة التي جاءت لتحارب ظاهرة الأخبار الكاذبة. نعم دكتور تقي الدين، شباب اليوم هم شباب المواقع الرقمية إن صح التعبير، شباب شبكات التواصل الاجتماعي. اليوم ما هو الخطاب، شكل الخطاب، مضمون الخطاب الذي يجب أن نوجهه لهؤلاء لمزيد من الوعي، لمزيد من التحسيس أيضا بخطورة هذه المواقع في حال استعمالها لأغراض أخرى؟ في الحقيقة للإجابة على السؤال ينبغي أن نتعامل معه بأعلى ثلاثة مستويات أساسية. المستوى الأول هو المستوى المعرفي، بمعنى ينبغي أن نعرف المستخدم اليوم بمصادر هذه المواقع، بآليات والإيديولوجيات التي هي قد استفحلت بطريقة مباشرة وغير مباشرة في مضامين هذه المواقع. المستوى الثاني هو مستوى ممارساتي، بمعنى كيف يمكن لنا أن نمارس الفعل الاستخدامات داخل من الفضاء الأزرق وفق آليات تحقق إيجابية محترمة ووفق مخزون قيمي ثقافي يراعي السياق المجتمعي. وعلى المستوى الثالث على المستوى الإبداعي، بمعنى كيف يمكن لنا أن نفعل هذه المواقع للاستثمار في المجال الاقتصاد الأزرق، للاستثمار في مختلف المهن الجديدة المرتبطة بهذه المنصات. إذا ما توحدت هذه المستويات على المستوى المعرفي أو المستوى الممارساتي أو المستوى الإبداعي، يمكن لنا أن نحقق فاعلا مستخدما ينتقل من السلبية في عملية الاستخدام إلى الفعل الإيجابي. في الأخير فقط، أهمية استقاء الأخبار من المواقع أو من أيضا المصادر الموثوقة ذات مصداقية. بالنسبة لي تبقى إشكالية مصداقية هذه المواقع في نقل الخبر تبقى دائما على المحك، وتبقى أمور نسبية في عملية الاعتماد عليها نظرا لماذا؟ لعدم معرفة المصدر، وكذلك مجهولية من يتكلم أو من يتصدر المعلومة، وكذلك السرعة الغير منتظمة في استقاء هذه المعلومات. كل هذه الأمور تجعلنا دائما نرجع إلى بمعنى القنوات الرسمية مثل وكالات أنباء التلفزيون العمومي، القنوات الإذاعية والقنوات التي يظهر فيها المرشد بشكل واضح ويمارس فيها الفعل الإعلامي بتقاليده العملية والإعلامية، هذا حتى نحتكم إلى بمعنى أخبار ذات مصداقية أكبر. نعم الأستاذ يحيى تقي الدين، أستاذ علوم الاتصال والإعلام وعميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية محمد بوضياف بالمسيلة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. وأوجه لك أستاذ نرتاز نفس السؤال الذي وجهته منذ قليل للأستاذ تقي الدين، ما هو الخطاب الإعلامي، كيف يكون هذا الخطاب حتى يصل اليوم لأكبر شريحة من رواد هذه الوسائل وأن نتوصل فعلا لي نتائج ملموسة وواقعية على الميدان؟ بالفعل كاين نقطة أساسية لابد أن نذكرها، بأن من يسهل ترويج أو هذه الأخبار والمعلومات المغلوطة هو غياب الخطاب الذي تبثه القنوات الرسمية. وبذلك لو أن كل مؤسسة مهما كانت هذه المؤسسة اجتماعية اقتصادية سياسية أن يكون لها مكلف بالعلاقات العامة بالفعل يقوم هو بالقيام بدور الناطق الرسمي لهذه المؤسسات وتبليغ هو بنفسه المعلومة. هذه نقطة مهمة جدا. بالعكس وبذلك يغلق الطريق أو يسد الطريق
أمام هؤلاء الذين يروجون هذه الأخبار المغلوطة والأخبار، لأن الإشاعة تنتشر والأخبار المغلوطة تنتشر والمعلومات تنتشر في إطار غياب المعلومة الرسمية، وبذلك هذه الأمر مهم جدا، لابد لهذه المؤسسات أن تقوم بالموازاة مع ذلك تفعيل دور هذه المؤسسات، أن هذه المؤسسات، لأن دائما من الذي يستهدف هو الناجح، معنى أننا لما نشوف أن هذه الأخبار وهذه المعلومات موجهة لمؤسسة بعينها، معنى أن هذه المؤسسة ناجحة، ودائما الفاشل لا يمكن أن يتعرض إلى هذه الأخبار أو إلى هذه، لأن من يقف وراءها عنده له غاية أساسية وهو أنه يلحق الضرر بهذه المؤسسة. بذلك تفعيل دور المؤسسات بناء بطريقة سليمة تقوم بنوع من صح القول بناء أساسي أو بناء صلب للمجتمع ككل، وبذلك لابد لنا أن ننتبه إلى هذه الأمور الأساسية ونأخذها مأخذ الجد في كيفية التعامل معها، خاصة إذا تعلق الأمر بالمعلومة وما لها من تأثير، لأن اليوم العالم ككل يسعى إلى الحصول على المعلومة، كل الذي وصل إلى المعلومة الأول هو الذي ممكن أن يحقق نتائج على كل المستويات، المستوى الاقتصادي، على المستوى الأمني، على المستوى العسكري، وعلى كل المستويات المختلفة. نعود إلى نوعية الخطاب الإعلامي الذي يجب أن نوجهه اليوم خاصة لشريحة الشباب. أكيد الخطاب الإعلامي لابد له أن يتناسب مع الثقافة التي ننتمي إليها، أن لا يكون خطابنا لا يتناسب مع الثقافة التي ننتمي إليها. نحن الآن أمام مجتمع جزائري، هذه لابد لنا أن ندركها، نحن لابد لنا أن نفهم طبيعة هذا المجتمع، نفهم طبيعة هذا الشباب الذي ينتمي إلى هذا المجتمع، وخطابنا الإعلامي لابد أن يتناسب مع هذه الثقافة الاجتماعية التي ننتمي إليها بمكوناتها المختلفة، ولذلك لما يكون خطابنا يتناسب مع هذه الثقافة سيقنع أفراد المجتمع، سيقنع الشباب. ثقافتنا، ثقافة الشباب، لابد أن نأخذ بالاعتبار هذه الفئة الشبانية، نأخذ الاعتبار مستواهم، لأن اليوم أنا اليوم في 2021 عند الطلبة الجامعيين 1,700,000 طالب، النخب التي تتخرج من الجامعة من المفروض أن تحدث قفزة نوعية داخل هذا المجتمع، لابد أن يكون خطابنا الإعلامي يتماشى مع هذه النخب ومع هؤلاء الفرق ويرتقي مستوانا إلى هذا المستوى، وأيضا نعتمد كل الوسائل والطرق العلمية لمخاطبة هؤلاء الشباب، لأن هؤلاء الشباب تكونوا وتزودوا بكثير من المعارف، كثير من العلوم، ويطلعون اليوم المجال مفتوح، يطلعون على ما يحدث في العالم، لذلك لابد أن يكون علينا أن يكون خطابنا يتناسب مع هذا المجال، وهو مجال أساسي وخاصة إذا كان مع هذه الفئة، لأن مجتمع الآن أو 2021 ليس هو مجتمع 1990 و 1980، لابد أن نتماشى مع هذه التغيرات التي تحدث ونأخذها بين الاعتبار، لأن إذا أردنا أن نتقدم أو نتطور لابد لنا أن نأخذ هذا الأمر بين الاعتبار، ليس على مستوى الخطاب الإعلامي فقط بل على مستوى كل الخطابات، حتى الخطاب السياسي، الخطاب الاقتصادي، الخطاب كلها لابد لها أن تأخذ بعين الاعتبار. لا يعني ذلك بأننا نتقيد أو نحجر أنفسنا في إطار ثقافتنا، ولكن نتفتح على كل ثقافات العالم، لكن من خلال أخذ العناصر التي من الممكن أن تخدم هذا المجتمع وتساعد في تقدمه وتطوره على كل المستويات. طيب. وعلى كل المجالات. طيب. لأننا نحن الآن نقوم بتكوين من خلال هذا الخطاب، نقوم بتكوين شخصيات بالغة، هذه الشخصيات لابد لنا أن تتوافق مع هذه الثقافة، ولا يعني ذلك أن نغلق على أنفسنا بل نتفتح، ولكن بطرق بالاعتماد على العلم، لأنه هو الذي سيوصلنا في آخر المطاف إلى تحقيق النجاح المرجو في آخر المطاف. نعم، أشكرك جزيلا. نعم. الأستاذ سيد أحمد نجاز، أستاذ علم الاجتماع بجامعة البلادة 2، على كل هذه التفاصيل والتوضيحات. تحدثنا مشاهدينا عن خطورة نشر الأخبار الكاذبة وأثرها على أمن واستقرار الأمن والاستقرار الاجتماعي، كيف نواجه هذه الأخبار وكيف نكون رواد وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التحري في مصداقية الخبر واستقاء الخبر أيضا من المصادر الموثوقة ذات مصداقية. مشاهدينا، تمام 9 بتوقيت الجزائر، وصلنا الآن إلى موجز لأهم الأنباء. موجز لأهم الأخبار من الإخبارية الجزائرية، أهلا بكم. بداية، تدخل ابتداء من اليوم حيز التنفيذ جملة التدابير المتعلقة بتمديد الحجر الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما، وذلك من الساعة 10 مساء إلى غاية الساعة 5 من صباح اليوم الموالي على الولايات 16 الآتية: أضرار،
باتنا، بسكرة، البليدة، تبسة، تنمسان، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سيدي بلعباس، قسنطينة، معسكر، ورقلة، وهران، الوادي وتقورت. ويمكن أن يتخذ الولاة بعد موافقة السلطات المختصة كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، كما يمدد إجراء منع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية عبر كامل التراب الوطني. أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمرا تم نشره في العدد الأخير للجريدة الرسمية، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني ب 407 مقاعد، وأعضاء مجلس الأمة المنتخبين طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وتوزع المقاعد لكل دائرة انتخابية في انتخاب المجلس الشعبي الوطني بحسب عدد سكان كل ولاية، كما يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن 120 ألف نسمة، على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 60 ألف نسمة. كما أن عدد المقاعد لا يمكن أن يقل عن 3 بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة، فيما يحدد عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج بثمانية مقاعد. وبالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فيحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية بمقعدين اثنين. هذا وتتواصل عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا لتشريعيات 12 جوان 2021، وذلك إلى غاية 23 من الشهر الجاري، حيث يتعين على المواطنين والمواطنات غير المسجلين في القوائم الانتخابية طلب تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم. أما بالنسبة للذين غيروا مقر إقامتهم فهم مدعوون للتقرب من لجنة مراجعة القوائم الانتخابية بمقر الإقامة الجديدة مرفقين بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى مكان إقامتها. كما أنه بإمكان المواطنات والمواطنين تسجيل أنفسهم عبر المنصة الإلكترونية الموضوعة تحت تصرفهم. وبخصوص المواطنين المقيمين بالخارج، يتعين عليهم التقرب من لجان مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية لتسجيل أنفسهم وفقا لنفس الإجراءات. تسبب حادث مرور أليم وقع مساء أمس على الطريق الوطني رقم 3 في شطره الرابط بين إليزي وإناميناس، تسبب في وفاة 4 أشخاص. الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة إسعاف وجمل وشاحنة نصف مقطورة، وعلى إثر ذلك تدخلت وحدات الحماية المدنية لنقل الضحايا إلى مستشفى إليزي. بعد تلقي النداء من طرف الدرك الوطني في حادث مرور يتمثل في اصطدام شاحنه مقطوره بسياره من نوع نيسان كات كات واصطدموا بجمل. الحادث خلف يعني 4 ضحايا متوفين في عين مكان، عندنا 2 جنس انثى، 1 طفل صغير، 1 رجل، بالطريق الوطني رقم 3 60 كيلومتر عن إليزي باتجاه عين ميناس. رحم الله كل الضحايا. دوليا وفي المشهد السوري، تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة هزت العاصمة دمشق. هذا فيما قتل 21 عنصرا من الجيش السوري وأصيب آخرون في هجوم إرهابي استهدف حافلتين كانت تقلهم بريف درعا الغربي جنوب البلاد.
وعن جديد ملف كورونا عبر العالم وفي انتظار قرار أوروبي بشأن لقاح أسترازينيكا، أكدت الوكالة الأوروبية للأدوية أن الهيئة مقتنعة تماما بفوائد اللقاح رغم تعليق استخدامه من بعض الدول، فيما تعكف منظمة الصحة العالمية منذ يوم أمس على دراسة سلامة اللقاح من عدمها، مع حثها على مواصلة استخدامها. في غضون ذلك سجلت البرازيل رقما قياسيا جديدا للوفيات بالفيروس متجاوزة عتبة 2800 حالة خلال 24 ساعة الماضية. رياضة الآن، ولحساب رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، تعادل أمس شباب بلوزداد سلبا بالسودان أمام نادي الهلال السوداني، فيما فاز ممثل الجزائر الثاني مولودية الجزائر على نادي تونغيث السنغالي بنتيجة هدف دون رد بملعب 5 جوليا الأولمبية. وفي الرياضة دائما تتواصل اليوم الجولة 18 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء 5 مباريات، حيث يوجه وداد تلمسان نصر حسين داية، وتستقبل مولودية وهران جمعية عين ليلى، ويلاقي أولمبي الشلف اتحاد بسكرة، وينزل شباب قسنطينة ضيفا على أهل برج بوعرريج، وأخيرا يستضيف نادي فاردو شبيبة الصورة. وفي لقاء مقدم عن هذه الجولة، فاز أمس سريع غليزان على حساب أولمبي المدية بهدف مقابل صفر، هذا فيما أجلت باقي مباريات هذه الجولة إلى موعد لاحق بسبب المشاركات القارية. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة بحب الله. أهلا بكم من جديد، متواصلون دائما معكم بعد قليل. مسافة أمان الزاوية الميتة أو النقطة العمياء أثناء قيادة الدراجات والشاحنات، تعريفها وتأثيرها على السلامة المرورية، المزيد بعد قليل. ولكن نستعرض الآن جديد الملف الصحراوي، نسلط الضوء على الموقف البريطاني من القضية الصحراوية في عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكسيت ومصير الاتفاق التجاري مع المغرب. معي عبر الهاتف الدبلوماسي الصحراوي حدي الكنتاوي. أهلا بك سيد كنتاوي. أهلا وسهلا بك، شكرا للاستضافة. أهلا بك. بداية، كيف تقرؤون الموقف البريطاني في خضم التطورات المتسارعة على الميدان واستمرار الاعتداءات المغربية؟ صباح الخير، شكرا لك وشكرا لكل مشاهدي القناة الثالثة الجزائرية. هي المناسبة لأحيي مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي المرابطين على طول جدار الذل والعار أهالينا في المناطق المحتلة وما يخوضونه في مجابهة الاحتلال المغربي، ولعل عائلة أهل خي سلطانة وأخواتها لخير دليل، وكذلك الصمود الأسطوري لأهالينا في مخيمات العزة والكرامة، كل يعني المنافسين عن الحرية في مختلف بقاع العالم وعن حق الشعوب في تقرير مصيرها. بطبيعة الحال بريطانيا يعني كما يعلم الجميع خرجت من الاتحاد الأوروبي، وهي التي كان لها موقف أو كان لنوابها موقف يعني مشرف في رفض اتفاق الصيد البحري بين الاحتلال المغربي ويعني الاتحاد الأوروبي، وكذلك المنتجات القادمة من الصحراء، المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية. بعد البريكزيت يعني حاول الاحتلال الأوروبي يعني الالتفاف على حكم المحكمة العليا الأوروبية ببطلان أي اتفاق اقتصادي يشمل الصحراء الغربية، وبأن يعني الصحراء الغربية إقليم متمايز عن المغرب، وبأن الثروات الطبيعية لا يمكن التصرف فيها دون الرجوع إلى يعني الشعب الصحراوي
وممثله الشرعي الوحيد جبهة البوليساريو واستشارته، وبالتالي هذه المرتكزات الثلاث وضعت يعني الاحتلال المغربي في الزاوية، ونحن نعلم أن الاحتلال المغربي لا يهمه الشعب الصحراوي بقدر ما يهمه الثروات التي تزخر بها الصحراء الغربية. ولتذكيري فقط أن 98% من الأسطول الأوروبي المقدر ب 218 يعني سفينة عملاقة التي تصطاد في المياه الإقليمية الصحراوية، يعني 98% منها تصطاد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية، وبالتالي قيمة الاتفاق أو قيمة الاتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي وبين الاحتلال المغربي تكمن من المياه الإقليمية للصحراء الغربية. هذا ما حظى بالاحتلال المغربي في المناورة ومحاولة التركيز على يعني بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وتوريطها كما ورط مجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية في يعني خرق هذه الاتفاقية، وهو ما ذهبت إليه يعني المنظمة البريطانية لدعم الشعب الصحراوي وتنبيه المحكمة العليا البريطانية إلى هذه الوضعية القانونية. نعم، طيب ما هي الأساليب الدبلوماسية لتوعية المجتمع الدولي بخطورة الاعتداء المتواصل على الثروات الاقتصادية للشعب الصحراوي، خاصة بالرجوع لهذا الموقف البريطاني، وأيضا وضع قضية الانتهاكات المغربية المتواصلة والاعتداءات على الثروات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بالصيد البحري أمام محكمة النظر الأوروبية؟ بطبيعة الحال هو كما ذكر أن الاحتلال المغربي لا يهمه في الشعب الصحراوي بقدر ما تهمه الثروات، وعينه على الثروات التي أسالت لعاب من خلف الاحتلال المغربي ومن يدعمون الاحتلال المغربي ويواصل رعونته ورفضه للقرارات الدولية ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي وكل القرارات الصلة بضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في الحرية والاستقلال. كذلك اليوم هناك الحرب وهناك جبهة القتال التي يخوض فيها المقاتل الصحراوي يوميا معارك ضد الاحتلال المغربي الجازم على في الصحراء الغربية. بالموازاة مع ذلك الحرب تطورت ولم تعد الحرب حرب يعني المدافع، بالإضافة إلى ذلك هي حرب محاكم وحرب المعلومة وحرب الإعلام. فالمجتمع الأوروبي أصبح أكثر وعي بقضية الصحراء الغربية. اليوم المحكمة العليا بنيوزيلندا بالأمس صدرت قرار يعني نفس الشيء الذي ذهبت إليه المحكمة العليا الأوروبية، ونحن في انتظار بعد يعني الإحاطة والتنبيه الذي قدمته لجنة التضامن البريطانية مع الشعب الصحراوي للمحكمة العليا البريطانية بضرورة يعني مراعاة الوضع القانوني للصحراء الغربية في هذا الاتفاق. كذلك ننتظر يعني بعد الهيرينج بعد جلسة الاستماع 2-3 مارس الماضي التي يعني خاضها المحكمة العليا الأوروبية ضد المجلس وضد يعني المفوضية الذين ذهبوا في هذا الاتفاق وضمنوا الصحراء الغربية وانتهكوا هذا يعني الحكم الأوروبي العالي. إذا نحن بطبيعة الحال نخوض حرب في القانون الدولي في المحاكم الدولية. الخاسر في النهاية هو الاحتلال المغربي ومن يدعم الاحتلال المغربي ومن يراهن على الاحتلال المغربي، لأن ثروة الصحراء الغربية ملك حصري للشعب الصحراوي بالفعل. ولا يمكن لأحد أن يتصرف في ذرة رمل دون استشارة هذا الشعب ودون احترام القانون الدولي، وبالتالي هو يعتبر يعني سرقة للدم ومعاناة الشعب الصحراوي وانتهاك آخر ينضاف إلى سجل الانتهاكات للاحتلال المغربي الذي كما تراهن على الأرض وراهن الصحراويون على الحرب. نعم. واضح، وصلت الفكرة. دبلوماسية الصحراوي حدي الكنتاوي، أشكرك جزيلا على هذه المداخلة. شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا متواصلون دائما معكم، وصلنا الآن إلى مسافة أمان.
مسافة أمان. أرحب بالعميد رابح زواوي رئيس خلية الإعلام بالمديرية العامة للأمن العمومي. أهلا وسهلا بك سيادة العميد. شكرا بارك الله فيك. شكرا لك إذا على تلبية الدعوة. ندخل مباشرة في موضوع اليوم، الزاوية الميتة أو ما يعرف أيضا بالزاوية العمياء، ما هو تعريفها بداية؟ شكرا أولا بارك الله فيك على الدعوة. وبعد مسافة أمان جئناكم نطوي المسافات ونسابق الزمن لنكون أكثر اقترابا منكم إن شاء الله. إذن سلام الله يخشاكم وحفظ الله يرعاكم وعلى الأمن والأمان نلقاكم إن شاء الله. إذن موضوع اليوم نتكلم عن مفهوم الزاوية الميتة، أو بالأحرى مخاطر الزاوية الميتة عندما نتكلم عن السياقة. وعندما نتكلم عن مفهوم الزاوية الميتة نتكلم عن تلك المناطق التي لا يمكن رؤيتها من طرف السائق من خلال مرايا المركبة، لأنها تكون في الانفراج هذه الزاوية، بما يتطلب نوع وقدر من الوعي في هذا المجال وأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الوقوع في حوادث المرور. بمعنى الأشياء والمركبات التي لا يمكن رؤيتها حتى عندما نستعين بالمرايا الثلاث، إما المرآة الأمامية أو المرايا الجانبية في هذا المجال. إذن هنا تكمن خطورة هذه النقطة، لأننا نتكلم عن الزاوية المنفرجة التي لا يمكن رؤية فيها الأشياء. وعندما نتكلم عن هذه الأشياء قد تكون مركبة، قد تكون دراجة نارية، وقد تكون مشاة أيضا. ومن هذا المنطلق تراهن المديرية العامة للأمن الوطني على التحسيس وأخذ كل الاحتياطات اللازمة، خاصة عند عملية التجاوز، خاصة أيضا التقيد بالإجراءات وتدابير التجاوز قبل، أثناء وبعد عملية التجاوز، أيضا في المنعرجات خطيرة وخطيرة جدا، وأيضا في تقاطع الطرق أو الخروج مثلا من مأرب المركبة أو محطة بنزين والدخول مثلا في الطريق السريع. إذن هنا تكمن مفهوم الزاوية الميتة، أو صح التعبير ما تعرف بالنقاط المغلقة، مما يتطلب قدر من الوعي، قدر من التكيف مع هذه المخاطر حتى نتفاداها على مستوى طرقاتنا. كيف يتعامل السائق مع هذه الزوايا التي لا يمكن له رؤيتها حتى باستعمال المرايا العاكسة؟ شكرا. يتعامل معها السائق أنه يأخذ الاحتياطات اللازمة، تكون هناك رؤية استباقية، لأنه نتكلم عن المرآة هي العين الثالثة للسائق. صحيح. على مستوى القيادة، خاصة المركبات الخلفية أو المركبات التي تأتي بعد المركبة التي يقودها السائق. إذن يأخذ كل الاحتياطات اللازمة في هذا المجال، لأنه عندما تكون هناك اقتراب مركبة أو الإنارة فيه اقتراب واختفاء الإنارة، بمعنى السائق هنا يحاول التجاوز، هذا ما يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. ثم الأخذ بالنظرة الأولى حتى لا ندخل في الزاوية الميتة، يجب أن نأخذ الاحتبارات القبلية قبل أن ندخل. المركبة عندما تدخل في الزاوية الميتة بمعنى أنها تحاول التجاوز، بمعنى لما تدخل في الزاوية الميتة هناك مركبة في هذا الجانب، وهذه نجدها خاصة في المركبات الكبيرة، الشاحنات، مركبات نقل المسافرين، أو حتى الخطورة تكون عندما تكون دراجة نارية، لأن السائق لما يكون مثلا على مستوى الشاحنة وتكون دراجة تحاول التجاوز أو بمقربة من الشاحنة لا يمكن رؤيتها، مما يجب عليه أخذ الاحتياطات اللازمة. لكن بعض السائقين يقومون بإمالة الرأس عند السياقة من أجل ربما النظر في هذه الزوايا. أي نعم، هي نقطة من بين النقاط المهمة لتجاوز مخاطر هذه النقطة المعروفة بالزاوية الميتة، أو صح التعبير النقاط العمياء في حركة المرور. هذه لما يكون هناك تقاطع، لما يكون هناك خروج والدخول إلى الطريق المفتوح أو الطريق السريع في المنعرجات، يأخذ كل هذه الاحتياطات بما في ذلك إمالة الرأس. ولكن المشكل ليس هو يخص السائق فقط في المركبة، أيضا ذاك الذي يحاول التجاوز أو أصحاب الدراجات النارية. حتى تكون هناك تجاوز يجب أن نأخذ الاحتبارات اللازمة، بمعنى الانفراج قدر المستطاع، لا نقترب كثيرا من المركبة التي نحاول نتجاوزها حتى لا ندخل في الزاوية، أو إن صح التعبير حقل الزاوية الميتة، بمعنى نترك المجال للسائق أنه يرى هذه المركبة أو يرى هذا الشخص أو يرى هذه الدراجة
النارية. وهنا أؤكد بأن المخاطر كبيرة وكبيرة، خاصة أصحاب الحافلات وأصحاب الشاحنات وعلاقتهم بالدراجات النارية. إذن كل هذه الأمور يجب أن نأخذها بعين الاحتبار حتى نتفادى الوقوع في هذه المشاكل التي غالبا ما تتسبب في حوادث مرور خطيرة وخطيرة جدا. هذه النقطة عندها علاقة كبيرة بالتدوين الصحيح في قيادة السيارة، أنه بالفعل الخبرة هنا تلعب دور مهم، خاصة بالنسبة لسائقي الشاحنات ومركبات نقل المسافرين. أهمية التدوين والخبرة وأيضا التدوين المتواصل في السياق، رغم أنه السائق يقول عندي سنوات من السوق، لكن في كل مرة هناك الجديد، هناك التعامل مع كل هذه النقاط الجديدة. شكرا، بارك الله فيك. إذن يسوقنا الحديث هنا إلى التكلم عن الفرق بين التجربة والمعرفة، لأن التجربة هي تراكم للسنين، لكن المعرفة هي تراكم للمعارف. بمعنى علينا أن، أو إن صح التعبير، الخبرة هي تراكم للمعارف، بمعنى أن تكون هناك رسكلة وأن يكون هناك تكوين متخصص في السياق، خاصة فيما يخص هذه النقطة. على الأقل نعرف مخاطر هذه الزاوية، نأخذ الاحتياطات اللازمة في هذا المجال حتى لا نقع في هذا الفخ. عندما تكون هناك منعرجات، عندما تكون هناك أو صح التعبير في بعض الحالات تكون هناك مناورات خطيرة، عندما تكون هناك الرؤية غير واضحة، لأن علاقتها الزاوية الميتة أيضا علاقتها بالرؤية، حتى تكون هناك رؤية أوضح وسياقة أريح في هذا المجال، يجب أن نأخذ كل هذه الاحتياطات. بمعنى حتى نتفادى الزاوية الميتة يجب أن نكون نرى ويرانا الغير. هذه نقطة مهمة جدا في هذا المجال، والإشكال لا يقع فقط عند صاحب الشاحنة أو صاحب المركبة، أيضا ذاك الذي يحاول التجاوز، خاصة على مستوى النقاط الخطيرة إن صح التعبير في المنعرجات أو في النقاط التي يسمح بها التجاوز، أيضا يجب أن يكون هناك انعطاف قدر المستطاع حسب حجم المركبة، ونأخذ الاحتياطات اللازمة، خاصة عندما يكون هناك تجاوز للشاحنات أو المركبات ذات المقطورة أو حافلات نقل المسافرين، نظرا لارتفاعها، لأن السائق لما يكون في مرتفع لا يمكنه أن يرى مثلا الدراجة النارية أو لا يرى مثلا المشاة في هذا المجال. إذن كل هذه الاحتياطات يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، ونركز على ثلاث نقاط رئيسية. نتقيد بكل هذه الضوابط، بضوابط أولا التجاوز، أيضا ضوابط تقاطع الطرق في هذا المجال، وعند الخروج والدخول إلى الطرق المفتوحة لحركة المرور، بالإضافة إلى نقطة مهمة جدا، عندما نحاول تغيير الاتجاه أيضا علينا أن نأخذ الاحتياطات اللازمة القبلية والآنية والبعدية، حتى لا نقع في فخ حوادث المرور، وحتى نضمن مواجهة كل الأشياء التي قد تختفي على مستوى هذه الزاوية إن شاء الله. نعم، ما هي أسباب، أو ما هي قبل ذلك أنواع الحوادث التي قد تسببها انعدام الرؤية في مثل هذه المواقع؟ شكرا. أولا علينا أن نأخذ كل الاحتياطات اللازمة حتى لا نقع في هذا الفخ. عندما نتكلم عن الزاوية الميتة نتكلم عن إلزامية ضبط الرؤية اللازمة، خاصة المركبات الخلفية. ومن بين الأسباب الرئيسية التي نقع فيها في هذه الإشكالية، أولا عدم احترام قواعد السياقة السليمة، التجاوزات الخطيرة، المناورات الخطيرة، تغيير الاتجاه بدون إشارة، كل هذه المخالفات تجعلنا نقع في فخ عدم احترام الزاوية الميتة. وعندما حتى وإن كان هناك تقيد في بعض هذه النقاط، علينا أيضا كما قلت إمالة الرأس حتى نتأكد بأنه لا توجد مركبة في هذا الاتجاه في عملية التجاوز. حتى إذا أردنا أن نقوم بعملية التجاوز نتأكد بأنه لا توجد مركبة أخرى في عملية التجاوز. حتى في حالة إذا كانت هذه المركبة مركونة وحاولنا الإقلاع، نتقيد بكل ضوابط السلامة في خطر على المشاة. أي نعم. قلنا الزاوية الميتة ثلاث نقاط رئيسية، إما أن تكون مركبة، وإما أن يكون دراجة نارية، أو حتى السواق، خاصة لأنه في بعض الحالات
للأسف لاحظنا بأنه حوادث مرور تقع على مستوى أبناء العائلة عندما الخروج من المستودع في هذا المجال. أيضا هنا نتكلم لا نتكلم عن الزاوية الميتة وإنما نتكلم عن الزاوية المغلقة، لأنه في بعض الحالات أبناء صغار يكونون خلف المركبة. أيضا يجب أن نأخذ كل الاحتياطات اللازمة. سجلت عدة حوادث بهذا الشكل كثيرة في العائلات عند الخروج من المرأب، عدم ملاحظة تواجد الأطفال الصغار للأسف، وتسببت في يعني وفاتهم في أغلب الأحيان. شكرا. سواء داخل خلف المركبة أو أمام المركبة، لكن عندما نتكلم عن الولوج إلى الطريق نتقيد بكل هذه الضوابط، لأنه المرايا سواء المرآة الأمامية أو الجانبية الجانبتين هي العين الثالثة للسائق، عليه أن يتقيد ويحترم كل هذه الضوابط ويأخذ الاحتياطات اللازمة، لأنه المرآة الأمامية لما تكون هناك إنارة وسيارة في الاتجاه تقترب أكثر فأكثر من المركبة، بمعنى أن هذه المركبة تحاول التجاوز. اختفاء الإنارة الخلفية بمعنى هناك المرآة الأخرى يجب أن نحترمها حتى نعرف سرعة المركبة، مدى خطورة هذه المركبة للتقيد والوقوف عند كل هذه الحالات. ودوما أيضا نأخذ بعين الاعتبار بأن الأشياء أقرب مما تبدو عليها في المرآة. إذن هذه من بين القواعد التي أيضا تضبط مميزات الزاوية الميتة في هذا المجال. إذن هي مشكلة قائمة، يجب أن نتقيد بكل هذه الضوابط، ولكن يمكننا نتفاداها كما قلت بالتكوين والتكوين المتخصص وأخذ الاحتياطات اللازمة واحترام كل ضوابط وقواعد السلامة المرورية حتى نتجنب حوادث المرور إن شاء الله. أساليب التوعية وتحسيس المعتمدة من أجل إنارة هذه النقطة التي نعتبرها ميتة وعمياء. بارك فيك الأخت الكريمة. إذا الأساليب التي تراهن عليها المديرية العامة للأمن الوطني هو أن يدرك السائق بأنه هناك زاوية ميت، وبأن هذا الانفراج يبدأ يتقلص كلما اقتربت المركبات من بعضها البعض. يجب أيضا أن نحترم مسافة الأمان في هذه النقطة، وعندما نتكلم عن الزاوية الميتة نربطها مباشرة بمجال الرؤية حتى تكون هناك رؤية واضحة في هذا السياق. ولكن شيء مهم جدا عندما نتكلم عن احترام الزاوية الميتة لا يعني السائق المركبة هو فقط، أيضا الذي يقوم بعملية التجاوز يجب أن يحترم كل ضوابط عملية التجاوز. وعندما تكون هناك شاحنات أو حافلات يجب الانعطاف بعيدا في أثناء عملية التجاوز، انعطاف قدر المستطاع بعيدا عن الشاحنة حتى لا نقع في مجال الزاوية الميتة وتكون هناك رؤية واضحة للطرفين. إذن هذا ما تراهن وتعمل المديرية العامة للأمن الوطني على تكريسه من خلال أولا الحملات التوعوية والتحسيسية. لماذا؟ لأنها هي السبل الكفيلة والإجراءات القبلية والاستباقية لتفادي هذه الإشكالية المرورية. ومثل هكذا اللقاءات المفتوحة على مستوى الفضاءات التلفزيونية أيضا لها دور بارز للوقوف عند مواجهتها. أيضا الإجراءات الميدانية تدخل في إطار تعزيز التواجد الأمني على مستوى النقاط التي تكثر فيها مثل هذه المخالفة. طيب أهمية العين الثالثة للسائق اللي هي المرآة العاكسة المخالفات في هذا الإطار حتى نختم ونؤكد على أهمية أن الحفاظ على هذه المرايا خاصة إذا كانت مثلا متلفة منكسرة. شكرا بارك الله فيك. إذا هي ضوابط قانونية، وعندما نتكلم عن القانون هي مجموعة القواعد التي تنظم سلوكاتنا قبل أن تنظم علاقاتنا. علينا أن نهذب سلوكاتنا ونتقيد بكل هذه الإجراءات، ولكن تبقى الضوابط القانونية هي السبل الكفيلة أيضا لمواجهة كل هذه الاختلالات. وهنا نجد مثلا بين المخالفات التي تصنف في الدرجة الثالثة مثلا انعدام مساحات الزجاج، أيضا مساحات زجاج غير صالحة، عدم وجود المرآة العاكسة أو عدم صلاحيتها لأنها مهمة ومهمة جدا، لأنها تقلص وإن صح التعبير تقلص من مجال الرؤية وتجعل العين الثالثة غير صالحة. نعم هذا هو التعبير، هي بالفعل بمثابة عين ثالثة للسائق. جميلة العين جميل الثالثة. جدا. إذا هذا ما يتعلق بالمخالفات من الدرجة الثالثة، بمعنى هذه المخالفات التي
لا تسمح للسائق بفتح مجال رؤية كافية لرؤية هذه المتغيرات، خاصة عندما تكون الرؤية غير واضحة، عندما تكون هناك ضباب أو أمطار. بالإضافة إلى نقطة أخرى تدخل في إطار المخالفات من الدرجة الثالثة، وهي الحمولة الزائدة بين جانبي المركبات، أيضا تؤثر على مجال الرؤية وتغلق الزاوية وتجعل من هذه الزوايا زاوية ميتة إن شاء الله. أشكرك جزيلا العميد رابح زوابي رئيس خلية الإعلام بالمديرية العامة للأمن العمومي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والتوضيحات. نتمنى مشاهدينا السلامة للجميع من خلال احترام قواعد السلامة المرورية. من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا، قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا، وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا. من أجلك تحيينا، نزهو بالماضي في ثقة، والحاضر يعلو ماضينا. فجرنا الثورة من أزل، سجل يا دهر معالينا، والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أيادينا. أهلا بكم، نرحب بكم من جديد مشاهدينا. وصلنا الآن إلى فقرة القانون. القانون الآن، وتبعا لاستدعاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الهيئة الناخبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني ليوم السبت 12 جوان 2021، انطلقت أمس عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وهي العملية التي تستمر إلى غاية 23 مارس الجاري. للمزيد من الإيضاحات يحضر معي المكلف بالرقمنة ونظم المعلومات لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كمال العرابة. سيد العرابة، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا سيدتي، شكرا على الدعوة. شكرا لك على تلبية الدعوة. وقبل أن أبدأ معك في النقاش، نتابع سوية هذا الموضوع الذي أعده الزميل عبد الرزاق رمضان حول انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. فور تنصيب اللجان الإدارية الانتخابية على مستوى كل بلديات الوطن، انطلقت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وجديد هذه المرة منصة رقمية تتيح للمواطن التسجيل عن بعد. بإمكان المواطنين أن يسجل نفسه في كل يوم الأسبوع وفي كل الساعات اليوم، يعني ليل النهار، من بيته، من مكان عمله، من أي مكان، يسجل نفسه مباشرة عن طريق المنصة. فريق تقني تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يسهر على العملية الرقمية، وما على المواطن سوى التسجيل ونسخ وثيقتي إثبات الهوية وشهادة الإقامة. ما على المواطن إلا اللجوء إلى هذه المنصة الإلكترونية services.inaelection.dz. كي عمل هذه المعلومات الخاصة به، حنا نعطوا له الإمكانية باش يسجل روحه، وهذه المنصة ترجع له المعلومة، يعني تقول له راك مسجل، راهي البطاقة تاع الناخب تاعك هي موجودة، راهي في البلدية باش يروح يجيبها. منصة تحمل عدة خدمات للمسجلين الجدد وللذين غيروا مقر سكنهم، إضافة إلى معرفة مكتب الاقتراع، والعملية متواصلة إلى غاية 23 مارس الجاري.
إذن وتحسبا لانتخابات 12 من جوان المقبل، دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية إلى التقرب من البلديات لطلب تسجيل أنفسهم لمراجعة القوائم الانتخابية. للمزيد من التفاصيل إذن أرحب مجددا بالسيد العرابة المكلف بالرقمنة ونظم المعلومات لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. عملية المراجعة انطلقت إذن فعلا أمس، كيف كانت الانطلاقة؟ ما هو الجديد خلال هذه العملية التي تخص تشريعيات 12 من جوان المقبل؟ نعم، تطبيقا للمرسوم الرئاسي الذي ينص على استدعاء الهيئة الناخبة، تم هناك الاستدعاء المواطنين لمراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية والتي انطلقت منذ 16 مارس وتستمر إلى 23 مارس من الشهر الجاري. هذه المراجعة تسمح للناخبين الراغبين في تغيير إقامة تغيير مكان انتخابهم بتغيير إقامتهم من تغيير مكان التسجيل، وكذلك تسمح للمواطنين الراغبين في تسجيل في القائمة الانتخابية أن يسجلوا أنفسهم، وكذلك تسمح للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتحيين البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة بشطب المتوفون وكذا الغير الذين فقدوا الأهلية للانتخاب. طيب، ما هو جديد هذه العملية خاصة فيما يتعلق باعتماد منصة رقمية لضمان مرونة وسلاسة هذه العملية عبر كل بلديات الوطن؟ نعم، بغرض تقريب العملية الانتخابية للمواطن قامت السلطة المستقلة باستحداث منصة إلكترونية تحوي على عدة خدمات إلكترونية، على رأسها إمكانية التسجيل عن بعد دون الحاجة إلى التنقل إلى لجنة المراجعة على مستوى بلدية الإقامة، فيمكن لأي مواطن عن بعد من مكان عمله أو من إقامته باستعمال هاتف ذكي أو باستعمال جهاز كمبيوتر أو باستعمال هاتف ذكي ان تابلت يعني لوحة رقمية ان يسجل نفسه فقط بإدخال معلوماته الشخصية وبوضع وثيقة تثبت هويته زائد وثيقة تثبت إقامته محل إقامته فقط بتصويرها وإرسالها عبر المنصة الإلكترونية، يسمح له ذلك بتسجيل نفسه مباشرة عن بعد. هذا يخص حتى الناخبين الجدد البالغين 18 سنة. نعم، يوم الاقتراع. نعم، هذا الهدف منه يعني هو تسهيل عملية التسجيل واستقطاب الشباب. نحن نعلم الحين أنه المواطنين يستعملون أكثر فأكثر وسائل الإلكترونية، فهذا راح خطوة نحو الأمام لتقريب العملية الانتخابية وتسهيلها لجميع المواطنين، خاصة وأنه فترة المراجعة الاستثنائية قصيرة نوعا ما بأسبوع، وخاصة للموظفين والعاملين يصعب عليهم التنقل لمكان لجنة المراجعة بالبلدية، فهذا تطبيق يسهل لهم عملية التسجيل وحتى عملية تغيير الإقامة، وبحكم أنها خدمة إلكترونية فهي متوفرة 24 ساعة على 24 ساعة وحتى في نهاية الأسبوع يوم الجمعة وكذا. فالغرض أنه استقطاب المواطن وتسهيل عملية التسجيل في العملية الانتخابية، وهذه تدخل في تفعيل
الفعل الانتخابي والأداء الانتخابي. نعم سيد العربة، حدثني الآن عن الخطوات العملية الفعلية التي يقوم بها الراغب في التسجيل في أي نقطة من نقاط الوطن من خلال الولوج إلى هذه المنصة الرقمية. نعم، المنصة الرقمية يمكن الولوج إليها انطلاقا من موقع الانترنت للسلطة www.inaelections.dz، أو الولوج مباشرة إلى المنصة عن طريق الرابط services.inaelections.dz. بمجرد دخوله يجد مجموعة من الخدمات: التسجيل عن بعد، تغيير الإقامة، التعرف على مكان التسجيل، عدة خدمات إلكترونية توفرها السلطة حاليا وهي قيد الاستغلال على مستوى المنصة. بمجرد ولوجه يقوم الراغب في التسجيل مجددا بتسجيل معلوماته الشخصية، ويقوم في نهاية التسجيل بإدخال وثيقة التي تثبت هويته، صورة من الوثيقة التي تثبت هويته، زائد الصورة من الوثيقة التي تثبت محل إقامته، ونقوم بالتأكد من هويته عن طريق إرسال إيميل إلى رقمه، رقم الهاتف الذي يقوم بتأكيده، ومباشرة عن طريق هذه التطبيقة يكون تسجيله فعليا، ويمكن الاتصال به لاحقا لاسترجاع بطاقة انتخابه. وحتى في حالة عدم استرجاع بطاقة انتخابه يمكن له مباشرة يوم الاقتراع الذهاب إلى المكتب ومركز الاقتراع الذي يكون مسجل، هو مسجل في القوائم الانتخابية. مسجل في القوائم الانتخابية. كما هناك خدمات أخرى من بينها الناخبين الذين يريدون نسخة من بطاقة الناخب يمكن لهم طلب ذلك عن بعد. يعني هذه المنصة الإلكترونية تسهر السلطة على إثرائها يعني كل مرة بخدمات إضافية التي تسهل العمليات الانتخابية للمواطنين. طيب سيد العرابة، ماذا عن الناخبين المقيمين بالخارج، الجالية الوطنية بالخارج؟ نعم، فيما يخص الجالية الجزائرية في الخارج نفس العملية متوفرة لهم، يمكن لهم التنقل إلى أي ممثلية قنصلية، ويمكن لهم تسجيل أنفسهم أو تغيير مكان إقامتهم. كما هناك خدمات إلكترونية على مستوى القنصليات في الخارج التي تسهل لهم جميع العمليات الانتخابية. والسلطة الوطنية للانتخابات اعتمدت فريقا تقنيا متخصصا لإنجاح هذه العملية، خاصة التسجيل الإلكتروني. نعم، وهو كذلك منذ نشأة السلطة المستقلة للانتخابات في سبتمبر 2019 دأبت السلطة على وضع جميع التجهيزات الحديثة اللازمة، ابتداء انطلاقا من مركز بيانات مجهز بأحدث تكنولوجيات، إضافة إلى قاعة عمليات، إضافة إلى مهندسين ذو كفاءة الذين يؤطرون العملية الانتخابية ويسهرون على تقريب العملية الانتخابية للمواطن، وذلك باستعمال التكنولوجيات الحديثة. ونذكر أن عملية المراجعة مستمرة إلى غاية 23 من مارس من خلال التوجه مباشرة إلى البلديات أو الولوج للمنصة الرقمية. وهو كذلك يعني نحن نؤكد أنه الموقع الإلكتروني للسلطة المستقلة للانتخابات في خدمتهم، وكذلك في حالة وجود أي استشارة قانونية أو تقنية هناك رابط على مستوى المنصة الإلكترونية الذي يسمح بالتواصل مباشرة مع السلطة بما فيها الخلية التقنية. نعم، أشكرك جزيلا كمال العرابة المكلف بالرقمنة ونظم المعلومات لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على الحضور وعلى كل هذه التفاصيل. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، وأدعو جميع المواطنين للمشاركة. نعم، في العملية الانتخابية. نعم، والمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية مفتوحة إلى غاية 23 من مارس الجاري. أمر معكم الآن مشاهدينا إلى موضوع آخر،
حفاظا على الموروث الثقافي المحلي، تهتم ساكنة ولاية بشار بفن الفروسية في المناسبات والمهرجانات أيضا، حيث يعد نادي الفروسية ببشار يجمع خيرة شباب بني والنيف، ويميزه استعمال الفولكلور العريق مما يعكس أصالة المنطقة. عبد النور هامل. نادي الفروسية بشائر الخير ببني والنيف من بين النوادي النشيطة على مستوى ولاية بشار، يعتمد في تطويره للعبة الفروسية والفنتازيا لدى الشباب الشغوف بانتطاء الخيول وترويضها بهدف المشاركة بالاحتفالات والمناسبات على المستوى المحلي والوطني. في الدنيا يا لمي ما ويا عنوان اصباحي لازم نبدا به، عييييه وكيف يفوت اليوم لديك التبسيمة وديك الضحكة تصوب على حزن تسقيه. تأسيسنا لهذه الجمعية هو بعث لروح تلك الثقافة والمحافظة على هذا الإرث الثقافي التقاليدي، المحافظة أيضا على اللباس التقليدي للفارس والفروسية، زيادة على الأمال المتعلقة بفتح مجال لانضمام الأطفال وتعليمهم ركوب الفروسية. السرية أو ما يعرف بالعلفة، مجموعة من الفرسان والخيول تتراوح أعدادهم من 10 إلى 11 فارسا، يصطفون عند خط انطلاق واحد، ويترأسها المقدم الذي يتخذ مكانه في وسط الفرقة منسقا بذلك حركات الرجال والخيل معا. ورثنا هاد الفروسية وهاد تربيتها ويعني وترويضها عن آبائنا وآبائنا عن أجدادنا، وهكذا نورثها للأحفاد. وتبقى فانتازيا الفروسية فولكلورا عريقا لدى سكان مدينة بشار تجمع بين الأصالة والمعاصرة. وإضافة إلى استعمالها في عروض الفانتازيا والفولكلور الفروسية، هي أيضا رياضة موروثة أبا عن جد، هي رياضة تقوي الأجسام والأبدان. وصلنا الآن إلى الفقرة الرياضية. الرياضة وطائفة من الأخبار يقدمها لنا بلال بوزيدي. صباح الخير بلال. صباح الخير فايزة، شكرا لك. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا في هذه الجولة الرياضية، والبداية بأخبار ممثلي الجزائر في المنافسات الإفريقية. بداية فاز مولودية الجزائر أمس أمام ضيفه تونغيتا السنغالي بهدف دون رد من توقيع اللاعب مهدي بلعنجية في الدقيقة 25 لحساب الجولة الرابعة من منافسة دوري أبطال إفريقيا. فوز رفع رصيد المولودية إلى النقطة الثامنة في المرتبة الثانية خلف المتصدر الترجي التونسي الفائز بدوره على الزمالك المصري، رافعا رصيده للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة. من جهته شباب بلوزداد عاد هو الآخر بنقطة ثمينة من مواجهته لفريق الهلال السوداني لحساب ذات الجولة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا. تعادل رفع من رصيد الشباب إلى النقطة الثالثة من أصل 3 تعادلات فقط، ما يجعل من مهمة تأهله للدور المقبل صعبة جدا. وفي منافسة كأس الكاف، شبيبة القبائل بدورها ستكون اليوم على موعد مع مواجهة فريق نابزا ستارز الزومبي لحساب الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. المواجهة التي سيحتضنها ملعب وود لانس بالعاصمة الزومبية ستكون محطة مهمة للكناري الذي يعول الذهاب بعيدا في هذه المسابقة. من جهته أيضا وفاق سطيف سيكون أيضا اليوم على موعد هام بالعاصمة المصرية القاهرة عندما يواجه أهلي بنغازي برسم الجولة الثانية أيضا من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية. المباراة سيديرها الحكم المغربي عادل الزراق بمساعدة مواطنيه يحيى النوالي وزكريا برينسي.
في موضوع آخر، عاين رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين الزطشي رفقة السلطات المحلية المركز التقني الجهوي لكرة القدم بلالة ستي بيت الإمسان، والذي يشهد وتيرة متسارعة في الإنجاز حيث بلغت نسبة الأشغال 70%. المشروع الذي يسلم في أواخر السنة الحالية يضم 6 ملاعب، منها 6 ملاعب منها 3 مشوشبة طبيعيا وواحد مخصص لكرة القدم داخل القاعة، بالإضافة إلى مركز الاسترجاع وقاعة تقوية العضلات، وكذا فندق بسعة 110 أسرة. وبعد هذه الزيارة أبدى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم رضا التام على سير الأشغال بمركز لالاستي بتلمسان. هو أول مركز يعني انطلقنا في المشروع نتاعو باش نبنيو هذا المركز اللي يعني اللي راح يكون قطب في يعني تكوين النخبة الجزائرية مستقبلا. وحنا الحمد لله جينا يعني ورانا فرحانين كثير على بال يعني المستوى اللي لحقت ليه الأشغال. أظن بأن يعني إن شاء الله إذا كملت الأشغال بهذه السرعة، أظن من إن شاء الله إلى نهاية السنة ما تبقاش يعني حاجة كبيرة في هذا المركز. ولهذا يعني إحنا الحمد لله يعني رانا فرحانين كثير بهذا الشيء. وبخصوص مجيء اللاعبين المحترفين خارج الوطن إلى الجزائر لخوض مباراتي زومبيا وبوتسوانا مع غلق المجال الجوي لعديد الدول الأوروبية، صرح رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في ميكروفون الزميل طه شعبان. وادي يعني النقطة اللي تكلموا عليها الكثير وهي الإمكانيات المالية كما تعرفوا، وخاصة بعد هذا التوقف اللي خلى يعني اليوم، وخاصة غياب الجمهور اللي نحبه يعني كان يسمح لبعض الفرق باش يكونوا عندهم مداخيل نتاع الجماهير. اليوم أغلبية الفرق راهي طالب يعني بأموال وإمكانيات مالية اللي تقدر يعني تسمح لها باش تسير الفرق نتاعها سواء في المحترف الأول أو الثاني، وهذا الشيء هذا احنا ان شاء الله. إذن كان هذا تصريح رئيس الاتحاد فيما يخص مشاكل النوادي التي تعاني منها خاصة الضائقة المالية. أقول وبخصوص التحاق لاعبي المنتخب الوطني للتربص المقبل والدخول في المباراتين المقبلتين أمام زومبيا وبوتسوانا في ظل غلق المجال الجوي لعديد الدول الأوروبية، صرح رئيس الاتحاد في ميكروفون طه شعب. الاتحاد الجزائري راهو يطبق في البروتوكول والقوانين تاع الفيفا. كما تعرفوا في بعض البلدان الأوروبية كاين حجر صحي نتاع 7 أيام لما اللاعب يغادر البلد ويمشي لبعض الدول الأخرى. ولهذا احنا رانا نتبعوا في القانون اللي سطرته الاتحادية الدولية لكرة القدم باش نلقاو يعني حلول بالنسبة لكل اللاعبين اللي راهم ينشطوا في أوروبا، خاصة لأن هما اللي راهم معنيين بالأمر. وحنا يعني متفائلين إن شاء الله باش يجي، ولكن حقيقة هذا التاريخ الفيفا الجاي تاع شهر مارس راح يكون في ظروف غير عادية، لأن عدة بلدان يعني غلقوا الفضاءات نتاعهم وعندهم يعني بروتوكولات زادوا صعبوا في البروتوكولات نتاعهم. ولهذا يعني هذا المشكل هذا ما رايش طايحة فيه إلا الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أما كل الاتحادات الإفريقية وكل الاتحادات راهي في نفس السياق. ولهذا احنا مع الاتحادات الأوروبية والاتحاد الدولي رانا نلقاو ان شاء الله في حلول باش يكونوا عندنا لاعبين للمقابلات 2 اللي راهي جاية اللي هي زامبيا والبوتسوانا في يوم 29 ان شاء الله في الجزائر. في أخبار الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم ولحساب الجولة 18، انتهت مواجهة سارع غليزان لأولمبيا المدية بالتعادل السلبي. المواجهة التي احتضنها ملعب الطاهر الزوغاري بغليزان عرفت إهدار الكثير من الفرص من كلا الجانبين، تعادل رفع من رصيد أصحاب الأرض إلى النقطة 21، فيما أضاف الأولمبي نقطة لرصيده والمتمثل في 29 نقطة.
وفي المباراة التي ستلعب اليوم شباب قسنطينة بدوره سينزل ضيفا ثقيلا على أهل برج باريريج، وعينه على مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، آخرها الفوز بخمسة أهداف لاثنين أمام سريع غليزان. قراءة في المواجهة مع يوسف رزي. أهل برج باريريج لا يزال يبحث عن فوزه الأول هذا العام في البطولة المحترفة. الأهلي يحتل المركز الأخير بخمس نقاط فقط من خمس تعادلات. المباريات العشر الأخرى خسرها البريجية ولم يتمكن ولا مرة من حصد ثلاث نقاط، رغم أنها كانت قريبة في المباراة الأخيرة أمام مولودية وهران الذي عدل فيها الرائد آنذاك مولودية وهران النتيجة في آخر أنفاس المباراة. بالمقابل شباب قسنطينة في سلسلة من النتائج الإيجابية وصلت إلى خمس مباريات دون هزيمة. أشبال ميلود حمدي فازوا في مبارياتهم الأخيرة أمام سريع غليزان بخمسة أهداف كاملة، وقبلها فرضوا التعادل الإيجابي على شباب بلوزداد بهدف لمثله في ملعب 20 أوت، ما يبين استفاقة الخط الهجومي لزملاء الهداف أمقران. أهل البرج مطالب بالاستفاقة وبتحقيق الفوز الأول له قبل نهاية مرحلة الذهاب، أما الشباب فالفرصة مواتية أمامه لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية. في مباراة أخرى يستقبل أتلتيك بارادو شبيبة الثورة، وعينه على الإطاحة بفريق يسعى هو الآخر لمواصلة ريادته للرابطة المحترفة الأولى. علي جعفر وتفاصيل. بعدما تصدر عن جدارة ترتيب الرابطة المحترفة للمرة الأولى هذا الموسم، لن يكون تنقل فريق شبيبة الثورة إلى العاصمة لملاقاة أتلتيك بارادو إلا بطموح واحد، هو تأكيد الانتصارات التي حققها في آخر خمس مقابلات. لكن المهمة لن تكون بالضرورة في المتناول أمام منافس لم يذق طعم الخسارة سوى مرة وحيدة في مبارياته السبعة الأخيرة. كان للجنوب الذي فاز في ثلاث مباريات خارج ميدانه لن يرضى إلا بالزاد كاملا بملعب الدار البيضاء، أملا في البقاء متصدرا في ظل انشغال وفاق سطيف بمنافسة كأس الكاف، غير أن الباك لن يفرط بسهولة في سانحة الارتقاء إلى المركز الرابع ولو بشكل مؤقت، لا سيما مع غياب مهاجم الثورة عزيز الحمري والمدافع مهدي دراوش عن هذه المباراة. أبناء بارادو من جهتهم سيحاولون الحفاظ على نسق الانتصارات واللا هزيمة داخل الديار بعد نقاط الدربيين الأخيرين أمام اتحاد العاصمة ونصر حسين داعي على التوالي، في ظل اعتماد الطاقم الفني للفريق على كامل التعداد بعيدا عن هاجس غيابات الأسماء. مباراة شبيبة الثورة أتلتيك بارادو بعيدا عن حسابات الربح والخسارة هي فرصة للفرجة وموعد للندية بين رجال مصطفى جليط ورفاق زكريا مصباح في مواجهة زادها السياق أهمية وتشويقا وجعلها بمثابة القمة عن الجولة الثامنة عشرة. وداد تلمسان بدوره يستقبل نصر حسين داي في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لفريقين الطامحين لتحقيق الوثبة المطلوبة، كما يقول بلال بناري. على وقع المشاكل وإضراب اللاعبين يستضيف فريق وداد تلمسان نصر حسين داي في مهمة التدارك وإعادة القاطرة إلى سكة الانتصارات بعد تعثرين متتاليين من خسارة بالثورة إلى تعادل بأرضية ميدانه أمام نجم مقرى. والسؤال الذي يطرح هنا، كيف سيتعامل المدرب بن شذي مع المباراة في ظل تذبذب التحضيرات، خاصة والفريق متواجد في المركز الثالث عشر ب18 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن ثالث المهددين بالسقوط، وهذا قبل جولة عن ختام مرحلة الذهاب، ما يجعل الحصيلة سلبية لأن أي تعثر آخر قد يفقد التشكيلة توازنها ويعيدها إلى نقطة الصفر. لذلك فمباراة النصرية ستكون محكا حقيقيا. في الجهة المقابلة لا تختلف الوضعية في بيت النصرية التي عادت إلى نقطة البداية بهزيمتين متتاليتين أمام شباب قسنطينة ونادي بارادو، ما يجعل أشبال تزيري بلال مطالبين أكثر من أي وقت سابق بالتركيز والعودة بنتيجة إيجابية قد تبعد الفريق من مركزه الحالي الذي لا يرقى إلى طموحات الأنصار، وإيقاف النزيف لإنهاء الشطر الأول من البطولة في وضعية تسمح لها بالتفاوض جيدا في مرحلة الأياب.
وداد تلمسان نصر حسين داي سجال بين جارحين باحثين عن تضميد جراحهما، ولن يكون ذلك إلا بالنقاط الثلاث بغض النظر عن الضيف والمستضيف. والآن نتابع وإياكم برنامج المباريات كاملا والذي سيلعب اليوم. الآن نتابع وإياكم نتائج مباريات الجولة السادسة للرابطة الثانية هواة والتي لعبت أمس. نكون قد وصلنا لنهاية الجولة الرياضية الصباحية، عودة إلى الزميلة فايزة. شكرا. شكرا جزيلا لك بلال. مشاهدينا هكذا بدأ لنا برنامج هذا الصباح لهذا اليوم. في الختام هذه تحياتي وتحيات الفريق الذي خدمتم طيلة عمر هذا المباشر. برامجنا الإخبارية على الإخبارية للتلفزيون الجزائري متواصلة، وموعدكم الآن مع موجز لأهم الأنباء. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.